ماشي، احنا هنبدأ بقى في 5 دقايق. النهاردة المفروض هناخد الشابتر الخامس بتاع relational data model. لو فاكرين في الشابترز في الأول كده خالص، الشابترز اللي كانوا فيها introduction chapter 1 و 2، كنا اتكلمنا انه في الجزء بتاع المودلز، ان احنا عندنا physical model و conceptual model، حاجات بتاعت ال internal و external وال intermediate. ف لما جينا نتكلم على الانترميديت قلنا في حاجه اسمها ريليشنال موديل. احنا اخدنا تو مودلز دلوقتي، اخدنا واحد اللي هو كونسبتشوال الاي ار دايجرام والاي اي ار دايجرام، دول بيديسكرايبوا الداتا سيت كونسبتشوال، يعني بتقول لنا الداتا سيت دي فيها ايه ان ترمز اوف ايه الانتيتيز اللي مهتمه بيها، وايه العلاقات بين الانتيتيز دي وبعضها، وايه الاتريبيوتس اللي محتاجه احتفظ بيها لكل واحد. الريليشنال داتا موديل هو برضو كونسبتشوال داتا موديل، يعني بنديسكرايب بيه الداتا ونفس الكلام ايه الانتيتيز اللي فيها وكده، بس على ليفل انترميديت شويه، ما هواش فيري هاي ليفل زي الاي ار دايجرامز. يعني الاي ار دايجرام ده هاي ليفل ريبريزنتيشن، الريليشنال داتا موديل ده انترميديت ريبريزنتيشن، اللي هو يعني باختصار هنتكلم، مش هنبقى بنرسم دايجرامز، هنبقى بنديفاين شكل التيبلز اللي هتبقى موجوده في الداتابيس. اسامي التيبلز دي ايه، اسامي الكولومز ايه، رولز اللي بتحكم المواضيع دي ببعضها. الشابتر اللي بعد كده تشابتر 6 هيبقى، لا هو مش تشابتر 6 غالبا، هو تشابتر 9 بس، يعني احنا اللي هناخده بعد كده ده على طول، اللي هو ازاي نحول ال ER diagram او ال EER diagram ل relational data model، ازاي نحول ال diagram اللي كنا بنرسمه لجداول، ل tables فيها columns وكده، ون define ال relationships دي ازاي واحنا بنكتب الجداول دي. فاحنا النهارده الهدف ان احنا نفهم ايه ريليشنال داتا موديل وايه الكونسترينتس بتاعته، ايه النوتيشنز برضه، هو ليه شويه نوتيشنز كده فمحتاجين نعرفها في الاول، يعني في الاول جزء نظري بس عشان تعرف تفهم بعد كده الكلام اللي بيبقى مكتوب، ففي نوتيشنز معينه شويه فوكابلري كده، وبعدين هنبدا نشوفه ازاي نريبريزنت الداتا بيز اللي كنا عاملينها قبل كده بتاعه الكومباني مثلا، نعملها بريليشنال داتا موديل بدل الاي ار. بس هنشوفه كده كاكزامبل، مش هنجو ثرو حته التحويله بتاعه ان احنا نمسك الاي ار دياجرام ونحوله، عشان ده فيه اعتبارات كتير، فده هتتاخد في الشابتر اللي بعد كده في المحاضره الجايه. بالنسبه للميد تيرم، الميد تيرم هيدخل لحد هنا بس، مش هيدخل في المحاضره الجايه، مش داخله في الميد تيرم. بس ده السكوب بتاع الشابتر، في الاول الكونسبتس وبعدين كونسترينتس وبعدين شوية حاجات ليها علاقة بال constraints violation، دي آخر حاجة. أوكي، نبدأ واحدة واحدة. ال relational model concepts هو بيواخد بي inherit شوية حاجات من ال relations اللي اتاخدت في ال math، موضوع يبقى فيه sets و subsets وفي بينهم intersections والكلام ده يعني. بس مش مهم نعرف هذه الخلفية يعني. بس في الآخر احنا ال model اللي هنتكلم عليه ده بنسميه relational model، ولما يقول لك فورمال كده ما مقصود بيه انه ايه، مش بتكلم على زي ما بقول كده، كنت بقول لكم في تيبلز وكولمز وكده، لا الكلام اللي انا بقوله ده انفورمال، ففي فورمال ريبريزنتيشن او نوتيشنز للريليشنال موديل ليها اسامي معينه يعني في الداتا بيس، فدي اللي هنعرفها. الانفورمال بقى ديفينيشنز، لما بقول عندي تيبل اوف فاليوز الفورمال بتاعها بنسميها ريليشن، فالجدول ده بنسميه ريليشن، ده مش الريليشن اللي اتكلمنا عليها واحنا بنشرح الاي ار دايجرام، انه بيبقى عندي 2 انتيتيز بينهم ريليشن شيب، لا دي ريليشن، ده معناها جدول. الجدول ده فيه سيت اوف روز، الروز دي بنقول عليها في الفورمال ديفينيشن بتاع الريليشن داتا موديل بنقول عليها توبل، توبل يعني رو. رو ده بيريبريزنت بني ادم معين، مثلا لو بتكلم على رو اوف ستودنتس، فلو هي جدول الريليشن بتاعي هو جدول بتاع ستودنتس، فلما اقول رو فيه معناها انه معلومات عن شخص معين، انستنس لحد معين يعني، ا ريل وورلد انتيتي او ريليشن شيب، انستنس معينه، فالانستنس دي فيها معلومات عن شخص فلاني اسمه كذا، الاي دي بتاعه كذا، المعلومات بتاعته يعني، فدي اللي بنسميها التوبل. الكولمز بقى دي اوريدي اعتقد عارفين من قبل كده ما كنا بنشرح الاي ار دايجرام، هو لما قلنا بنعمل كولومز، فالكولوم كل واحد بيريبريزنت اتريبيوت، ده كده شكل يعني جدول من الداتا بيس. ف ده التوبلز اللي هي رو معلومات عن حد معين، ده واحد من الاتريبيوتس، الكولومز دي هي الاتريبيوتس،
والـ SSN هو ده الـ Identifying Attribute اللي عندي، اللي هو اللي احنا بنعمل تحتيه خط في الـ AR Diagram اللي هو المفروض يبقى unique، اللي هو الكي بتاعي يعني. ده برضو attribute تاني، هشرح الحتة دي بس قدام. كده غطينا انه ده اسم relation ودي الـ tuples ودي دي الـ attributes. اوكي، في موضوع الكي هنشرحه قدام بالتفصيل لان هو ليه constraints مختلفة، بس so far بالنسبة لنا يعني هو حاجة بال identify بيها rows، يعني هي unique ما بتكررش، فما بيبقاش عندي كذا row ليهم نفس الفاليو، فده المعلومات احنا عارفينها so far يعني. قدام شوية هنزود عليها شوية حاجات. ساعات ما بيبقاش في الـ entity description اصلا عندي على الهاي ليفل، يعني ما حد جه يشرح لي، فما كانش الـ entity دي اصلا ليها اي attribute unique، فساعتها بنخترع لها احنا اي دي مثلا نسميه الرو اي ديز سيكوينشال نمبرز، يعني ديهم كده 0 1 2 3 كده يعني. فده ارتفيشال كي، نسميه ارتفيشال كي او سيرجت كي. فهتلاقي موضوع سيرجت كي ده بيذكر كتير، ده يعني ارتفيشال كي احنا حاطينه علشان نخلي روز يبقى فيهم كي يونيك اعرف ايدنتيفاي بيه الرو ده فرقه عن الرو ده وكده. في حته البني ادمين دايما بنايدنتيفاي عندنا اي ناشونال اي دي مثلا او الاس اس ان، ساعات بيبقى عندك حاجات مش ملهاش اي ديز، ملهاش حاجه يونيك، فانت بتخترع لها الموضوع ده وتعمل لها سيرجت كي انت اللي بتقلب. ماشي. طيب الحته بقى اللي كانت نتعلم عليها هنا دي كده الاتريبيوت ده اتريبيوت اوف ايدج بياخد قيم معينه، نفس الكلام بالنسبه للادرس، نفس الكلام بالنسبه للاس اس ان. ما ينفعش اجي في الاس اس ان اكتب رقم 22 مثلا، ما ينفعش اجي في الستودنت نيم اكتب 28 21، ما ينفعش اعمل كده. فايه اللي بيقول ما ينفعش اعمل كده؟ ان احنا وانت بالديفاين ده على الليفل الريليشن المودل بار، وانت بالديفاين الريليشن بتاعتك مش بس بتكتفي بان انت بالديفاين الريليشن نيم والاتريبيوتس وخلاص، لا الاتريبيوتس دي بتديها دومينز. الدومين يعني البول اوف فاليوز اللي مسموح بيها تبقى موجوده جوه الكولوم ده جوه الاتريبيوتس دي. فالنيم مثلا بتقول انه ده الدومين بتاعه هو string of مثلا 20 كاركتر او 50 كاركتر اي حاجه. الاس اس ان ده ليست اوف ديجيتس كذا 10 ولا حاجه. الفون نفس الكلام برضو يكون ارقام ما ينفعش تحط لي فيه حروف. الادرس كومباينيشن من الاثنين. اللي انا بقوله ده عشان بس ما نعملش كونفيوجن لكذا حاجه، الاتريبيوت بعرف له زي داتا تايب، الكلام ده تقول بالتفصيل بقى موجود في سلايدز بس يعني نختصره هنا. الداتا تايب يعني هو سترينج كاركتر ليست يعني او ديجيتس، والديجيتس دي كام واحد، او كومباينيشن يعني برضو سترينج زي الادرس كده، او نمبرز بس زي ده ماشي. فده الداتا تايب بتاعته، او بوليان ترو اور فولس. دي حاجه ان انا اعرف له الداتا تايب بتاعته دي حاجه، او او ديت. وحاجه تانية ان انا اعرف الدومين بتاعه، يعني هو الداتا تايب بتاعه مثلا ديجيتس، بس الديجيتس دي مفتوحه يعني اي حاجه لا، فانا بقول انه مثلا الجي بي اي الدومين بتاعه هو ديجيت بس رقم من مش ديجيت يعني رقم فلوت يعني من 0 ل 4 بس، ده الدومين بتاعه ده المسموح بيه الرينج اللي مسموح له بيه. الايدج مثلا اقول انه الايدج ده هو رقم برضو ما ينفعش يبقى صفر، انا ما عنديش ناس في ستودنتس رينجهم صفر، فانا اقول مثلا من 16 اللي ما اعرفش كام لاي حاجه بقى، ممكن عندك ستودنتس بيعيدوا ولا بيعملوا اي حاجه بوست جراد ولا بتاع، فحط اي رقم هنا. فانت بتحدد دومين لكل اتريبيوت هو غير الداتا تايب. الداتا تايب انت بتقول هو نوعه ايه، انما الدومين بتقول البول اوف فاليوز بتاعته ايه. يعني مثلا لو انت عندك الجي بي اي هنا مثلا اللي هو برقم يعني letters، فتقول اي بلس بي مش عارف ايه كده، فده الدومين بتاعه هو انم او ليست اوف فاليوز اي اي بلس اي ماينس بي بلس وهكذا، يعني تحط لستهم يعني ده الدومين بتاعه مش اي حروف وخلاص. بنحدد لكل اتريبيوت الدومين بتاعه زياده على الداتا تايب بتاعه، والدومين دي بتحددها منفصله في على ليفل الداتابيس كلها. يعني انت بتقول ان انا عندي دومين
يعني احنا ننط لحتة الدومينز. هو عنده دومين اسمه USA phone numbers مثلا، ده 16 digits وحط لهم أرقام معينة، يعني بيبدأ بكذا بيخلص بكذا، الكلام ده يعني valid في US. الـ SSN ده 9 digits، الـ names character strings ما فيش عليها constraints، الـ GPA اللي هو الـ grade average point، الـ grade point average قصدي، دي possible values من 0 ل 4 float values. ده الدومينز بتاعتك. الدومينز دي مالهاش دعوة بالجدول بتاعك، مالهاش دعوة بالريليشن اللي بتكلم عليه، دي logical definition كده بتعرفه على level ال database، بحيث انت ممكن في كذا attribute تستخدم نفس الدومين، تقول ال attribute ده الدومين بتاعه هو الدومين بتاع ال USA phone numbers، تحطه بقى في جدول بتاع ال staff، تحطه في جدول بتاع ال student في ال attribute اللي هو اسمه phone number، هتحطه في attribute بتاع كذا، يعني ممكن تحطه في كذا attribute في كذا جدول في كذا relation، فاهم؟ ده بيتعرف على top level database، مش بيتعرف لكل role لوحده، سوري مش لكل ريليشن لوحده. الدومين ده زي ما قلنا كذا، الاتريبيوت ليه داتا تايب وليه فورمات. ليه فورمات لو هو مثلا ديت فتقول لي بيكتب كده ولا بيتكتب كده، انت عايزه عامل ازاي. لو هو فون نمبر فبيكتب بشكل كده معين، لو هو اس اس ان برضه مش هتكتب رقم وبعدين رقمين وبعدين، يعني بتقرر انت الفورمات بتاعه. في اسئله هنا في حته الدومين دي؟ لما بيجي بقى نعرف الجدول ده واحنا بنكتبه، يعني عايزين نكتب حاجه في الاخر في السكيما، احنا قلنا في الاخر عندنا الداتابيس فيه ليها سكيما، ببقى بشرح فيها شكل الديسكريبشن بتاع الداتابيس دي. فالاي ار دايجرام ده كنت بشرح بيه السكيما في الكونسبتشوال ليفل في الهاي ليفل. دلوقتي السكيما بقى هنا في ريليشن الموديل، انك بتكتب ريليشن بالشكل ده، اسم ريليشن الار ده اسمها اسم الجدول يعني، وده كابيتال كده اسامي الاتريبيوتس اللي فيه from A1 to AN. بنسمي انه الريليشن شيب دي، مش ريليشن شيب سوري، دي ريليشن N degree ريليشن. N degree ده يعني عدد الكولومز بتاعتها، يعني هي لو بتكلم على student وجدول student ده فيه 9 attributes فقول ان دي 9 degree relation، student relation is a 9 degree relation. دي مالهاش دعوه بالريليشن شيب اللي كانت بين الاتريبيوتس بين الانتيتيز المختلفه في الاي ار دايجرام اللي هي 1 تو ماني والكلام ده، لا انا بتكلم على الديجري بتاعه الريليشن، والريليشن يعني جدول، فهو في الاخر عدد الاتريبيوتس بتاعته، عدد الكولمز اللي موجوده فيه. دي حتة بس نوت اللي أنا كنت بقول عليها، إنه الدومين ديت نفس الدومين ممكن تستخدمه في two different attributes في جداول مختلف او ايفن في نفس الجدول، يعني ممكن تبقى بتكلم على مدفوعات في حاجه يعني في حاجات بتتباع، فعندك كولم اسمه الانفويس ديت وكولم اسمه البيمنت ديت، الاثنين بياخدين من نفس الدومين اللي انت معرفه اللي هو ديت، والديت ده مثلا بيكون انت معرف له دومين برضو ومعرف له رينج، فقال ان هو من 2020 لحد 2021، ما ينفعش تكتب حاجه براهم. يعني لما بنيجي نكتب نعرف الدومينز على ليفل الداتابيز بنكتبه دي، يعني R ده الريليشن ودي ده الدومين، ولما باجي اقرر بقى الدومين ده مستخدمه في الاتريبيوت الفلاني فبكتب كده دومين اوف AR، يعني لو اقول الدومين بتاع الانفويس ديت بتاع الاتريبيوت ده بيساوي الدومين ديت اللي انا معرفه اوريدي قبل كده وكاتب ان هو ليه رينج معين وليه فورمات معين وكل حاجه. نفس الكلام الدومين بتاع الجدول في الستودنتس الاتريبيوت اللي كان اسمه جي بي اي بيساوي الاتريبيوت اللي انا كنت الدومين اللي انا كنت معرفاه في السلايد اللي قبلها اللي هي جريد بوينت افريج، ده دومين انا عرفته ده كده نسميه جريد point average. لازم ده يكون already previously defined ان هو domain في الداتابيس، وبالديفاين بقى relation او العلاقه يعني بين الاتريبيوت ده واخد من انهي domain بالشكل ده. بس ده example، هو دي كده الفورمال ديفينيشن، ان بكتب r وبعدين
الاتريبيوتس. فده شكلها كاستمر ار دي اللي هو اسم الريليشن يعني اسمه كاستمر، وادي عنده 4 اتريبيوتس والدومين بتاع كل واحد فيهم بشرحه. فاقول ان الكاستمر اي دي ده دومين بتاعه 6 ديجيت نمبر واكون معرفاه. الديجري بتاعت الريليشن دي 4، يعني عدد الكولمز اللي فيها 4. ساعات واحنا بنديفاين بتكتب مش بس اسامي الاتريبيوت، تكتب اسم الاتريبيوت وبعديه الداتا تايب بتاعه، مش الدومين، تكتب الداتا تايب هنا وبعدين الدومينز بتشرحها بقى في سطر منفصل لوحده. اوكي، يعني الكومباكت نوتيشن هو ان احنا بنكتب ستودنت نيم كوما اس اس ان كوما هوم فون كوما اوفيس فون وكده، زي ما كنا عاملين في الكاستمر كده. ده كده يعني الموست كومن يعني، بس لما تيجي تعرفها في يعني مور ديتيلز عشان لما تيجي تكتبها بعد كده في الاس كيو ال، فبنكتبها كده عشان تبقى شارح للشخص اللي بيقرا الدوكيمنت كل واحد منهم الداتا تايب بتاعه ايه. فالنيم ده سترينج، ده سترينج برضو، وهكذا. اوكي، نيجي بقى تحت ونروح معرفين الدومين بتاع كل واحد. ادي الدومين بتاع الجي بي اي بيساوي ده، الدومين بتاع الاوفيس فونز بيساوي يو اس اي فون نمبر، الاس اس ان بيساوي كده، وهكذا يعني. فانت كده بتعرف شكل الدومينز بتاع كل واحد. في اسئله في الديفينيشنز والنوتيشنز الكتيره اللي خدناها دي؟ مش مهندسة لو سمحت، ايوه. ممكن سؤال؟ هو السلايد اللي قبل دي كان الفون جنبها هاش كده، هي دي يعني ده الكي اليونيك كي مثلا ولا ايه؟ لا، ده فون نمبر بس، ده ريبريزنتيشن لكلمة نمبر مش اكتر. تمام. لا، دي مش، ما فيش هاش، مش بتريبريزنت حاجة عندنا في الداتابيس. الكي بنكتب ان هو كي، لما نيجي بقى للكيز دي هنجيلها بعدين، بس ده مقصود بيها فون نمبر. يعني زي ساعات بكتب اس نمبر، اس نمبر ده يعني ستودنت نمبر، بروجكت نمبر كده يعني. فالهاش دي نمبر، ملهاش significant يعني meaning في ال database description. ماشي، طيب احنا اخدنا دلوقتي السكيما ازاي بعرف شكل الحاجات. الستيت بقى لو فاكرين كنا حتى في الاي ار دايجرام، الستيت هي ايه؟ هي الانستنسز اللي موجوده حاليا في الداتابيس. فكنا ساعات في لو فاكرين في الاي ار دايجرام كنا بنعمل بتاع كده ونقعد نحط فيها نقط، انه ده امبلي 1 امبلي 2 امبلي 3، دول انستنسز يعني موجودين دلوقتي في الجدول، في جدول الامبليز او في الانتيتي بتاعت الامبليز. هنا الكلام ده بيبقى الستيت برضو بتريبريزنت. دلوقتي احنا عندنا تيبلز وروز وكده، فلما اقول database state او relation state هي كل ال current rows اللي موجوده دلوقتي فيها، وال current rows اللي موجوده هي subset من كل ال possible values اللي موجوده، او كل ال possible combinations بتاعت كل ال domains بتاعت كل ال attributes دي. يعني ال name string فكل ال combinations بتاعته، ال SSN كل ال combinations بتاعته، والادرس كل الكومبينيشنز، الايدج الانتجر ده بالدومين بتاعه مش بس عشان هو انتجر، يعني الايدج ده الانتجر مثلا من رقم كذا لرقم كذا، فتحط لي كل الكومبينيشنز. نعمل بقى كارتيزيان برودكت مع كل ده، يطلع لك انفنت يعني نمبر كبير قوي من البوسيبل ستيتس بتاعت، مش البوسيبل، البوسيبل روز المتاحه للريليشن دي بتاعت ستودنت. فالكرنت ستيت بتاعتها هي سبسيت من الكلام ده. فعشان لما يقول لك حاجه زي كده ان ريليشن شيب ستيت از ا سبسيت اوف ذا كارتيزيان برودكتس اوف دومينز اوف اتس اتريبيوتس. لا برضو عشان النوتيشن دي تعرفها، الرول لما بقول انه عندي دومين معين وعندي اتريبيوت معين، ف لما بقول عندي ده كاستمر نيم، كاستمر نيم ده هو الرول اللي بيلعبه الدومين اللي اسمه نيمز. انا عندي معرفه دومين اسمه نيمز، حاطه فيه كل البوسيبل كومبينيشنز بتاعه السترينجز مثلا طولهم 25 حرف، فده انا اوريدي دومين معرفاه بريفيسلي. لما اجي استخدمه في اتريبيوت معين فبقول ان ده الرول اللي بيلعبه الدومين اللي اسمه نيمز في الجدول بتاع الكاستمرز، لاني ممكن استخدم نفس الدومين ده في جدول بتاع الستودنتس عند الفيلد اللي اسمه نيم، اسمه اس نيم، ستودنت نيم مثلا. ساعتها اروح كاتبه ان الدومين بتاع ستودنت نيم بيساوي نيمز برضو، الاثنين نفس الدومين،
بس هنا كده اس نيم ده هو الرول اللي بيلعبه دومين نيمز في هذه الريليشن، انه بيدخل في حته ان هو بيريبريزنت النيم بتاع الستودنت. الديت برضو احنا قلنا الديت ممكن استخدمه في كذا حته، فلما اجي استخدمه في الجدول بتاع الستودنت مثلا كبيرث ديت، فقلنا ان الدومين بتاع الديتس مستغل ساعتها بيلعب رول في الجدول بتاع الستودنتس انه بريبريزنت بيه البيرث ديت بتاعه. على ليفل تاني مثلا في حته البيرتشيز، فعامله البيمنت ديت، فيبقى هو بيلعب رول مختلف. هو نفس الدومين بس بيلعب رولز مختلفه اكوردنج لانا مستخدمه في اتريبيوت ايه. بس بن ريبريزنت التوبلز ازاي؟ احنا قلنا ريليشن شيب بنريبريزنتها كده، اه اسم الريليشن وبعدين شويه الاتريبيوتس، اسامي الاتريبيوتس بتاعتها. التوبل او رو معين بريبريزنته ازاي؟ بالبراكتس دي، واكتب جواه القيم بقى المحطوطه جواه بتاعت الاكتشوال، يعني القيم اللي بتكورسبوند للهيدرز او الاتريبيوتس دي، يعني ده اتريبيوت 1 ده اتريبيوت 2 وهكذا لحد اتريبيوت n. وده كان كاستمر، ففاكرين الكاستمر كان ليه اي دي وبعدين نيم وبعدين ادرس وبعدين فون نمبر، فدول الاربعه values بتوع التوبل دي. التوبل يعني رو. ملخصا ده الاختصار يعني انه التيبل عندنا هنا بنسميها ريليشن، الهيدر بتاع الكولوم بنسميه اتريبيوت، البوسيبل values بتاعت الكولوم بنسميها دومين، الرو هو هنا تابل، الديفينيشن بتاع الجدول هو بيريبريزنت ايه، هو ده السكيما اللي هو الفورمات بتاعه كده، الار والاسامي، البوبيليتد تيبل اللي هو القيم بقى اللي موجوده دلوقتي دي بنسميها الستيت بتاع الريليشن شيب، مش الريليشن شيب سوري الريليشن. في بعض بقى كاركترستكس للريليشن عشان تعرف تقول ان هي ريليشن لازم تبقى متحافظ عليها، يعني واحده منهم انه التابلز في الريليشن اللي هي الستيت بتاعتها مش ordered، ماشي not ordered، دي واحدة من حتى لو هم احنا حاطينهم في جدول عادي بالترتيب يعني معين، بس الترتيب ده ملوش اي 30 لازم ملوش معنى، هي some bunch of data وخلاص bunch of rows، ترتيبهم ملوش لازمة وما هوش مهم. انما ال attributes دول ordered ومهم يكونوا ordered، عشان لما تيجي تقول لي تابل معينه تريبريزنتها كده زي ما كنا عاملين من شويه، فانا اعرف اعمل كورسبوندنس بين هو الفاليو دي بتاعت انهي كولم. لو فاكرين هنا دول لازم يكونوا محطوطين اوردرد علشان انا اعرف اعمل لهم لينكينج انه ده هو الكاستمر اي دي. عرفته منين؟ لما ببص على السكيما بتاعت الريليشن اللي هي دي، فالاوردرز كانوا كاستمر اي دي، كاستمر نيم، ادرس، فون نمبر. لازم اما هتكتب لي تابلز تكتبهم لي بنفس الطريقه، لما تيجي تكتب values بقى معينه تكتبهم بنفس الاوردر ده، اي دي، نيم، ادرس، فون. هو ده كده اي دي، نيم، ادرس، فون بنفس الترتيب. فمن يعني الكاركترستكس بتاعت الريليشن انه تابلز ما هياش اوردرد، حتى انا بكتبهم باوردر اعملهم شافل واكتبهم باوردر تاني مش فارقه، انما الاتريبيوتس لازم يكونوا اوردرد عشان اعرف اكورسبوند ده بده وده بده وكده. دي نفس التيبل اللي كان محطوط في الاول بس شافل، بس يعني ايه الاوردر مختلف عشان يوريك يعني الاوردر ده ملوش مهم، بس لازم دول يكونوا اوردرد في التوبل. كاركترستكس تانية هي ان انت ممكن لبعض الاتريبيوتس يكون فيها نلز، زي هنا الفون نمبر بتاع الشخص ده نل، الاوفيس فون بتاع الناس دي نل، فالكلام ده عادي يبقى موجود، بنكتب نل بالشكل ده. النل دي بتعني حاجة من الاتنين، يا اما not known يا اما not applicable اصلا. يعني قلنا example قبل كده الميليتري ستيتس مثلا عند الفيميلز فهي مش موجوده اصلا فبنحطها هنا، او ما هياش معروفه هنا الفون نمبر بتاع ده انا ما اعرفوش بس هو applicable يعني عادي هو يبقى عنده تليفون بس انا مش عارفه ف not known. انت بتعرف برضو كمان شويه هنقول ازاي بنعرف، بس بتعرف انه بيبقى فيه شويه attributes ما ينفعش تاخد اصلا null value، واهمهم طبعا زي ما عارفين الكي. يعني بصوا النقطة المهمة انه ما ينفعش تستخدم null values في الكي، في البرايمري كي، كان شايف نشرح ايه البرايمري كي.
بس ملخص النوتيشنز دي ريليشن، واي حاجه لما بكتبها كده ار يعني مثلا اقول لك عندي ريليشن اولانيه ريليشن تانية بتاع، فبتلاقيهم بيكتبوا كلهم كابيتلز. ولما اجي اكتب values small كده يبقى بقول relation state، يقول لك r of r يعني دي ال state ال current state بتاعة ال relation الكبيرة اسمها r. وال letters اللي هي برضو الصغيرة تانية دي لما كنا بن represent tuple أو ساعات بت represent values معينة، أقول tuple ده 1 بيساوي v1 v2، دي ال values بتاعة ال attributes اللي في ال tuple ده يعني. ساعات الاسم بتاع الـ relation بنستخدمه علشان يrepresent الـ schema ويrepresent الـ current state الاختصارا يعني. فاكر لما كنا قلنا في entity و entity type، وقلنا انه ساعات بقول على اختصارا بقول عليها entity وخلاص، ف entity دي ب represent بيها حسب الـ context يعني، بيبقى قصدي بيها الـ type ان انا ب describe الـ entity نفسها، ولا قصدي بيها entity معينة يعني instance بني ادم معين من الـ من الجدول. نفس الكلام هنا، لو انت كتبتها لي بالشكل ده student وعملت لي بعدها brackets دي هفهم ان انت بتعمل schema، انما لو قلت لي student كده بس في وسط الكلام هعرف انك بتريبريزنت يعني حاليا الجدول بتاع ال students اللي فيه قيم دلوقتي في ايه. لما بقول attribute بتاع relation معينه بنكتب قبلها كده، لو انا بتكلم على level ال database كلها يعني انا وانا جوه relation بتاع ال student هقول لك name و age ومش عارف ايه، خلاص انت فاهم ان كل دول بتوع نفس ال relation. بس لما بنيجي نشرح حاجة على ليفل الداتابيس بره، فأنا عندي جداول كتير، فلما تقول لي نيم أنا مش هعرف ده نيم بتاع مين. ما أنا ممكن عندي جدول اسمه student وجدول تاني اسمه teacher مثلا، والteacher برضو عنده نيم، فعشان تفرق لي يعني تعرفي ده وده فتقولي student.name student.age teacher.name كده يعني، فاسم relation dot اسم الattribute علشان تعرف لي ده بيبلونج لأنهي relation. ده علشان احنا مسموح انه يبقى في كذا attribute لهم نفس الاسم بس في relations مختلفة في جداول مختلفة، بس within the same relation يعني في نفس الجدول ما ينفعش يبقى في اتنين attributes لهم نفس الاسم، وده شيء بديهي يعني فعش تبقى في اتنين columns اسمهم name في الجدول بتاع students. بس name شخصية ممكن يبقى عندي في الجدول ده، وعندي جدول تاني للdepartment في department ليها name برضو، جدول تاني بتاع projects ليه name. فتقول لي اسم الريليشن قبلها يعني department.name student.name وكده عشان تفرقهم لي في الكونتكست. ده احنا قلنا الكلام ده قبل كده، وقلنا values لازم تكون بتاخد من الدومينز وبتكتب بالشكل ده، وانه لازم بيكورسبوند بالترتيب عشان نعرف نعمل correspondence بس. وكل طبعا each value من الاتريبيوت من الفاليوز اللي هتبقى هنا دي لازم تكون متاخدة من الدومين بتاع الاتريبيوت نفسه. ماشي كده خلصنا الكونسبتس والنوتيشنز والحاجات دي كلها، وهندخل في الجزء بقى اللي هو الاهم بتاع الكونسترينتس. في اسئلة في الجزء اللي فات؟ مش مهندسة هو كده الـ هي الـ value والـ لا هو صوبي أقطع أو واطي شوية ممكن تعليق كده كويس؟ أوه. مش عارف طيب هو الـ tuple الـ notation بتاعها ده كده كأني بكتب الـ value نفسها بتاعت الـ row، لكن لما بكتب r وبعدين أفتح قوسين فأنا كده بعرف بشكل عام الـ table اسمه إيه وإيه الـ columns بتاعته؟ انا بكتب r، هي r احنا مش بنكتب r وكده يعني a1 a2 كده، ده بيبقى قصدي بس هنا انه بكتب r دي بريبريزنت بيها اسم الجدول فاللي هو student، وافتح الجدول البراكتس واكتب اسامي الاتريبيوتس name age وهكذا. ده السكيما وبدأ مكتوب ده كابيتال، وده انا بريبريزنت شكل ده السكيما بس الديفينيشن بتاع الجدول مش اكتر. انما التوبل دي فتقول لي توبل 1 الرول الاولاني مثلا في الستودنت نيم اسمه احمد الايدج بتاعه 20 كده بقى في values يعني مكتوبه بالبراكتس دي، وجواها فيلد اكتوال values لبني ادم موجود جوه هذا الجدول هذه الريليشن. ماشي طيب نيجي لحته الكونسترينتس. الكونسترينتس اللي على الريليشنال موديل كذا نوع، في من نوع بيسموه inherent او implicit constraints اللي هو constraints
بديهيه جايه من الكاركترستكس بتاعه الريليشنز اصلا. احنا قلنا عليها حته انه التابلز مش اوردرد، الاتريبيوتس لازم يكونوا اوردرد، الكلام ده كله بيجي من او انه الدومينز، الحاجات تتاخد من الدومينز والكلام ده، ده inherent constraints. وفي constraints تانية بنعملها احنا definition بشكل معين في ال database schema، وفي constraints خارج بقى يعني اسمها business level constraints، يعني high level constraints دي مش بنعملها احنا definition في ال schema، دي بتتحط بقى في ال application اللي بيستخدم ال database، دي هو اللي بيحط بقى شوية constraints كده عنده، حاجات بقى يعني logical شوية، مش logical يعني حاجات ليها علاقة بالبيزنس فاليو، يعني مش عارفة ايه ما ينفعش يبقى امتى فين لما يحصل كذا، الكاستمر الفلاني ما ينفعش يوردر في الديت الفلاني علشان ما حاجات كده يعني. فالكلام ده بنريبريزنته مش هنا خالص، يعني احنا مش concerned بان احنا نريبريزنت الconstraints دي هنا، احنا بتبقى constrained في الابليكيشن اللي بيستخدم الداتابيز دي، وبياخد البيزنس رولز بقى معاه. اللي احنا concerned بيه دلوقتي ان احنا نعرف الconstraints اللي نعرف نريبريزنتها في relational model، وبالتالي نعرف في الاخر نحولها ل SQL ون enforce ال database management system ان هو يكيب الconstraints دي يحافظ عليه. فده اللي انا قلته دلوقتي، انه في inherent constraints ودي جايه من ال data model نفسه، يعني فكره انه relational data model اصلا طبيعي بتاعه عنده constraints منطقيه، حوار الordering والكلام. في بقى schema based constraints، دي constraints ليها علاقة بالسكيما اللي أنا بتكلم عليها دي، يعني أنا هبقى دلوقتي بعمل database schema، وانا schema يعني description، فdescription لداتابيز معينة أنا interested فيها لميني world معين، فبتاعت اليونيفرستي مثلا، فأنا ساعتها عندي constraints على الموضوع ده، عندي مثلا أنه الvalues بتاعت الstudents أو range of students ما يبقوش أصغر من كذا، constraints بتاعت انه ده الكي بتاع الشخص المعين، ده constraint ليه علاقه بالسكيما بالديسكريبشن دي، ان انا هستخدم الاي دي بتاع الستودنت هو الكي بتاعه مثلا، دي ما لهاش علاقه بالموديل، الموديل بيز دي يعني بتكلم على ليفل ريليشنال موديل داتا موديل اصلا، اللي هو الحاجات المنطقيه بتاعت اي داتابيز ريليشنال موديل، قلنا الحاجات بتاعت الاوردرنج وحاجات انها لازم تديفاين دومينز ونتاخد من نفس الدومين والكلام ده، ده منطق. schema based constraints حاجات ليها علاقه بالديفينيشن بتاع الداتابيز اللي انت كونسرن بيها دلوقتي، ودي بنعرف نعملها سبيسيفيكيشن واحنا بنديفاين الداتابيز بالدي دي ال اللي هي في الاخر يعني اس كيو ال عشان تكرييت بيها التيبلز، فبتكرييت التيبلز وبتكتب الكونسترينتس بشكل معين وانت بتكرييت ده، هنبقى ناخده يعني لما نبقى نيجي حته الاس كيو. اخر بقى ليفل هو الابلكيشن بيزد او سيمانتيك كونسترينتس او بزنس رولز، الكلام ده كله مش بتعرف تكتبه في الـ definition بتاع الـ database في الـ SQL، ده بقى بيبقى enforced في الـ application programs أو بأي طريقة بقى بعد كده. الجزء بتاع الـ inherent constraints اللي هي أول واحدة دي، احنا دي اللي already covered في حتة الـ characteristics بتاعت الـ relation، إنه ما ينفعش اتنين tuples يبقى ليهم نفس الكي، الـ order بتاع الـ attributes لازم يكون محافظين عليه والكلام ده. الكاتيجوري التانية بقى اللي هي schema based constraints هي اللي دي أنا هشرحها دلوقتي. في constraint هناخده مش هنا خالص، هناخده في chapter كده لوحده قدام اسمه functional dependencies، ده constraint يعني عام على الديزاين بتاع relational database بتاعتك قد ايه هي normal، والكلام ده هنبقى نشرحه بعدين قوي يعني، بس ده مش السكوب بتاعنا دلوقتي. اوكي، فاحنا دلوقتي اللي هنشرحه السكيما بيست كونسترينتس، الكونسترينتس اللي ليها علاقه بالداتابيز اللي انت بتعملها ديفينيشن دلوقتي، تحدد لها الدومينز بتاعتها، كونسترينتس ليها علاقه بالكيز اللي انت هتعملها ديفينيشن، كونسترينتس مين يبقى نال ومين ما ينفعش يبقى نال، وفي كونسترينتس ثانيه ليها علاقه بالريفرنسز ريفرنشال انتجريتي والكلام ده بقى هنجيله يعني بالتفصيل. خلينا نبدا اول واحد، ده خلاص احنا اوريدي يعني عملنا كفرنج لحته الدومين دي، بس احنا يعني نرجع تاني، كل دومين بتحدد له داتا تايب وبتحدد له فورمات، داتا تايب يا اما يبقى نمبر بوليانز كاركترز فاريبل لينث سترينجز او فيكسد لينث ديت تايم، كل الحاجات دي نفع، وبتحدد له كمان مش بس الداتا تايب، بتحدد له الرينج بتاعه الفاليوز اللي مسموح بيها، بتحدد الفورمات برضه. ده خلاص قررناه، الكلام ده بتقرره based على الـ schema الـ database بتاعتك، الـ schema بتاعت الـ mini world بتاعك. الـ key constraints بقى
ده اللي هو اللي يعني الموست obvious، يعني حتة ان احنا لازم يبقى عندي كي للكوريليشن. الكيز دي بقى احنا اتكلمنا عنها كتير في الانتيتيز واحنا بنشرح، وفاكرين قلنا ان انا ممكن يبقى عندي multiple candidates. يعني لو احنا بنتكلم على student، فالstudent ده مثلا عنده national ID وده unique، وعنده student ID في الكلية وده unique برضو، وعنده مش whatever يعني اي حاجة تانية ممكن تكون unique. فعندي candidates، candidates دي ممكن نعمل بيها حاجة اسمها super key. بس خلينا يعني كونسبت كانديديت كي، وحاجه يا اما اتريبيوت واحد يا اما سيت اوف اتريبيوتس مع بعض يكونوا يونيك. والشرط بتاعهم انه ما يبقوش متكررين في يعني يونيك يعني ايه، يعني ما يتكرروش في اتنين روز، يعني ما ينفعش اتنين روز اتنين ستودنتس مختلفين يبقى ليهم نفس هذا الكومباينيشن من الاتريبيوتس دي. يعني بتبقى لو هنعمل لها بقى فورمال ديسكريبشن فنكتب كده انه T1 tuple 1 الرول الاولاني الكولم بتاع الكي not equal نفس الكولم ده بس عند tuple تاني. اوكي ده الشكل الفورمال بتاعها. ده كده الكونستريينت ان انا ما ينفعش عندي الكي يبقى equal في two different rows. الكي مش لازم يكون one attribute، ممكن يبقى combination من الاتريبيوتس. ساعتها اي combination من اي attributes داخل فيها الكي تعتبر كي برضو. يعني لو انا دلوقتي عندي national ID بتاع student وعندي student ID بتاعته وعندي ال department مثلا اللي هو فيها وعندي ال age بتاعه وعندي ال name اصلا، فانا لو جيت اقول ال student ID لوحده ده unique. طب ال student ID مع ال age يونيك برضو، مش هلاقي يونيك يعني ايه في الاخر ده معنى يونيك. يعني هل في اتنين توبلز ليهم نفس الكومباينيشن بتاعه الستودنت اي دي مع الايدج؟ لا، لانه الستودنت اي دي اصلا يونيك، فالاتنين توبلز مستحيل يكون الستودنت اي دي بتاعهم متكرر. فلو انت الستودنت اي دي دخلته مع اي واحد تاني اتريبيوت تاني حتى لو هو اصلا تاني ده ما هوش يونيك، الكومباينيشن مع بعض بقت يونيك. الستودنت اي دي مع النيم تاخدهم ينفعوا يبقوا كي او ينفعوا الاثنين يبقوا كي كايدنتيفاير، يعني تستخدمه للجدول بتاع الستودنتس، بنسميه ساعتها سوبر كي. هو كانديديت وهو يونيك، ليست اوف توبلز ليست اوف اتريبيوتس دول مع بعض يونيك ما بيتكرروش. بس امتى بقى الكي اللي انا استخدمه فعلا بتاع اقرر ان هو ده الكي اللي هستخدمه للريليشن بتاعتي؟ لما يكون مينيمال سوبر كي، يعني هقعد اشيل منه اتريبيوتس لحد ما الاقي ان اليونيكنس هتبقى بروكن. يعني اول بقى ما اشيل اتريبيوت الاقي انه ما بقاش خلاص كده يونيك، لا يبقى كده شكرا خلاص نقفل. وهو ده الاتريبيوتس السيت اوف اتريبيوتس اللي مع بعض يريبريزنتو اليونيك ايدنتيفاير بتاع هذا الرو في الريليشن دي. قد يكون واحد او قد يكون مالتي. يعني هو الاكزامبل انا بقوله ده انا خدته مالتي فاليوز والتانيين دول ما كانش ليهم لازمه، هو ده لوحده كان كفايه. بس مش شرط، يعني ساعات بتكون الكي بتاعك اصلا لازم تكون بتاخد فيه اتنين values اتنين attributes يعني مع بعض يونيك، انما كل واحد فيهم لوحده ما هوش يونيك. فخلاص يبقى هو ده الكي بتاعك. الكي هو المينيمال سوبر كي، المينيمم number of attributes اللي لوحده كده، يعني لوحده او يعني هو لو هو اتريبيوت واحد او لو اتنين او تلاتة او اي حاجه اللي هم لو واحد اي واحد اتشال منهم ما يبقاش كي انيمور. يعني ايه ما يبقاش كي؟ يعني ما يبقاش يونيك، يبقى بيتكرر عادي في الروز. ف ال اكزامبلز بقى غير الستودنت ده، هنا مثلا عن الكور ليها سيريال نمبر وده يونيك، وليها ستيت وريجستريشن نمبر ده يونيك برضه. الاثنين دول سوبر كيز وكانديديتس وتمام. ممكن ألف سوبر كيز تانية ان انا اقول خلاص ما سيريال نمبر ده يونيك فاخد السيريال نمبر مع الميك هيبقى يونيك برضو، بس وجود الميك مالوش لازمة فده ما ينفعش يستخدمه ككي اللي هو مش مينيمال. امتى يبقى مينيمال؟ لما اقعد بقى اشطب منه ولاقي انه ده لوحده يونيك فخلاص يبقى ده لوحده ممكن استخدمه ككي. فالخلاصة انه الكي هو سوبر كي عادي، بس مش كل السوبر كيز ينفعوا يبقوا كيز.
ده سوبر كي بس ما هوش كي. ليه؟ لان هو مش مينيمال بس، انما المينيمال اللي هو الكي ممكن يبقى نطلق عليه سوبر كي، يعني ده سوبر كي ده سوبر كي، وفي نفس الوقت ده كي برضو عشان هو مينيمال وشغال وهو لوحده يونيك. ايوه هي الكومبينيشن ما بين السيريال نمبر لا استنى، والريجستريشن والكي تعتبر اوتو مينيمال كي ولا لا؟ الكومبينيشن ما بين السيريال نمبر والريجستريشن والستيت تعتبر اوتو مينيمال كي ولا لازم ولا الواحد منهم بس يكفي ان هو يكون من نتكلم على الكي الاولاني ده. ده اي جس ان هو، لا ده لو يعني حسب ما انا فاهمه انه هو اصلا الكار بتبقى ايدنتيفايد بستيت، والستيت لوحدها ما هيش يونيك، يعني بيبقى كاتب فيه 3 حروف كده في اي حاجه اي بي سي، وبعدين الريجستريشن نمبر 1 2 3 4 مثلا، فده لوحده مش يونيك، ده لوحده مش يونيك، انما الاثنين مع بعض هم اليونيك. فما دام الاثنين مع بعض هم اليونيك وده المينيمال بتاعهم، مينيمال يعني انا لو شلت واحد فيهم خلاص فقدت اليونيكنس، فما دام ده مينيمال سيت الاثنين دول مع بعض يبقوا الاثنين دول كي مش سوبر كي، سوبر كي يعني، وبالتالي وعشان هم مينيمال فعشان كده بقوا كي كمان. السيريال نمبر كي برضو بس هو لوحده كي، اي بطبيعي برضو اي سوبر كي في سنجل اتريبيوت يبقى هو كي، ما دام هو اصلا يعني هو سوبر كي وهو سنجل اتريبيوت ويونيك فخلاص يبقى هو كي. الفكره بقى في انه بتستخدم مالتيبل اتريبيوتس، هل المالتيبل اتريبيوتس دول كلهم مفيدين ولا ممكن تشيل منهم؟ لو ممكن تشيل منهم وتبقى على حته اليونيكنس يبقى ده سوبر كي ما هوش كي. امتى يبقى كي؟ لو خلاص وصلت الليفل انك ما ينفعش تشيل اكتر من كده، لو شلت هتبوظ اليونيكنس زي هنا كده، لو شلت الريجستريشن نمبر مش هيبقى يونيك، الستيت لوحدها ما هياش يونيك، عربيات كتير ليهم نفس الستيت. تمام؟ هو بس هنا طب انا كان عندي الكي هو اكتر من يونيك اتريبيوت، ايوه لو عندي اكتر من يونيك اتريبيوت فهل واحد منهم فكده هبقى وصلت المينيمم فيه، ولا عادي ممكن يبقى عندي اكتر من يونيك ويبقى هو ده المينيمم؟ لا يعني تقصد لو زي كان هنا كده تاخد الناشونال اي دي والستودنت اي دي على اعتبار ان كل واحد فيهم يونيك فتاخد الاثنين مع بعض، لا ده اسمه سوبر كي برضه ما اسموش كي، يعني انت لو شلت واحد اه منهم بالظبط هيبقى يونيك، خلاص فيبقى تمام. هو لا الكي يا اما ده لوحده يا اما ده لوحده. دكتور لو سمحت، طب هو في الشكل بفرق بينهم ازاي ولا هتبقى بيولوجيك بس؟ في الشكل، في الشكل بنرسم اه خطوط يعني زي في انا الرسمة كنت عامله كده من شويه، هنيجي نشوف موضوع الخطوط، يعني لا بنرسم خطوط زي ما كنا بنعمل في layer diagram، بس مش بنرسم خطوط على كل الكيز، انا قصدي في على كل الريبريزنتيشن ده. السوبر كيز. في الريبريزنتيشن ده بنرسم خط برضه كده اهو زي ده. هو اه تمام، يعني اللي هو انا قصدي في الريبريزنتيشن اللي هو بيبقى حضرتك كنت كاتباه ده اللي هو بين كيرلي بريسز كده، ف يعني انا مش عارفه اللي هو مثلا زي ده الكار كده لازم تبقى كيف، بس انا عارفه اه بنروح زي كاتبين كي تحت 1 الخط وكي برضه. 2 هنيجي يعني. لا هنا لا ده مش تمام ده كده ماشي. بس بيشرح، ده شرح مش اكتر، انما احنا في الاخر السكيما في الاخر هتبقى بالنسبه لي دوكيمنت فيه اشكال من ده كتير، يعني حته ريليشن وجنبها السيت اوف روز السيت اوف اتريبيوتس بتاعتها، وهبقى معلمه الكي بان انا حاطه تحتيه خط. تمام هنشوف في حته البوزيشن دي قدام، بس هنا بس احنا بنفكر، انا عايزه اشوف، انا عايزه اختار كي دلوقتي ريليشن، فبشوف عندي مالتيبل اوبشنز، عندي كانديديتس كتير في حاجات كتير يونيك، اي سيت اوف اتريبيوتس جواها الكي هيبقوا سوبر كي وهيبقوا يونيك زي ما قلنا من شويه، لو خدت السيريال نمبر حطيته مع الميك ومع المودر ومع اي حاجه فده سوبر كي لانه جواه الكي وهو بالتالي يونيك، الكومبينيشن على بعضها كلها يونيك، انما ما هوش كي، ما هوش مينيمال كي، يعني ما هوش ينفع تستخدمه كبرايمري كي، ده سوبر كي. اي سوبر كي سنجل اتريبيوت فهو بالتالي كي لانه خلاص ما ينفعش تشيل منه، فما ينفعش تشيل منه يبقى هو مينيمال يبقى هو كي، بس لو السوبر كي ده مالتيبل اتريبيوتس ساعتها تبص بقى تشوف هينفع تشيل منه ولا لا. لو خلاص كل الاتريبيوتس اللي فيه مع بعض لازم يبقوا محطوطين مع بعض عشان يحدد هقول يونيكنس فيبقى ده خلاص المينيمال ويبقى ساعتها تعتبره كي، لو لقيت ان في اتريبيوتس زياده
مش بتكونتريبيوت لموضوع اليونيكنس بحاجه فوشلتها خلاص ما فرقتش، يبقى تقعد تشيل منه لحد ما توصل لانه يبقى مينيمال ويبقى كي. اللي هو بقى ريليشن اللي فيها كذا كانديديت كيز تمام، بس انت بتقرر تختار واحد فيهم بس يبقى هو البرايمري كي وهو اللي تحط تحتيه خط. احنا هنا في الكار كان عندي الستيت والريجستريشن نمبر مع بعض دول كي، والسيريال نمبر كان كي برضو، والاثنين دول كانديديتس مينيمال يونيك وتمام وحلوين. انت بتختار واحد فيهم، اختار اللي انت عايزه، الاختيار ده توتالي اربيتراري وانت شوف اللي انت عايزه واستخدمه. ساعات يعني بنبريفير ان هو يبقى سنجل اتريبيوت يعني ما يبقاش مالتي فاليد، ما يبقاش سوري يعني مالتيبل اتريبيوت، بس مش شرط. ساعات برضو بيبقى نفس الريليشن ليها اثنين كيز كانديديت وكل واحد فيهم يونيك لوحده، زي في الستودنت الناشونال اي دي بتاعه والستودنت اي دي. اختيار بقى ليك انت وانت بتديزاين هتقرر مين فيهم يبقى هو البرايمري كي اللي تستخدمه. في كلية يقولوا اسهل استخدم الستودنت اي دي يعني اصغر واسهل وبيبقى فيه شويه امبليسيت انفورميشن كده بتاعت هو في سنه كام والكلام ده فنستخدمه. الكلام ده يعني مش بيأثر في الاخر على الداتابيس ديزاين في حاجه عظيمه، هو انت في الاخر عايز سم اتريبيوت وخلاص تروح تكلمه لما تكون عايز تجيب قيمه، عايز تجيب رو او انستنس معينه للستودنت، فابعت لك ايه عشان تجيب لي معلومات الستودنت ده، فخلاص ابعت لي الاي دي بتاعه او ابعت لي الناشونال اي دي بتاعه، ما هيش فرقه هو في الاخر كود، فانت هتبعت لي ده وتبعت لي ده الاثنين يونيك، بس انت اللي تقرر. واحنا بقى بنقرر لما نيجي نكومينيكيت اقول لك انا الكي بتاعي ايه عشان لما تعوز معلومات عن الستودنت فلاني تشوف هتبعت لي الكي ده الفاليو بتاعه الكي ده وانا هجيب لك بقيه الفاليوز بتاعه بقيه الاتريبيوت تمام. فما هياش فرقه يعني لو فيك عندك مالتيبل كانديديت كيز اختار اللي انت عايزه، بشرط ان كل واحد فيهم يكون مينيمال يعني. بس هو ال purpose الأساسي بتاعه إن هو used to reference ال tuple ده من tuple تاني، أو يعني أنت عندك جدول تاني مثلاً في students اللي registered في كورس معين، فمش شرط تكتب بقى أسامي ال students كلهم، بتكتب بال ID بتاعتهم بس. عايز معلومات عن ال student الفلاني ده روح بقى أكلم الجدول بتاع ال students ابعت له الكي ده يعني وهو يرجع لك بقية ال information. بس كل بس choice is sometimes subjective وخلاص، فأنت مش فارقة معاك حاجة، هو reference وخلاص، فأنت قرر هتستخدم أنهي فيهم كreference مش فارقة. هنا ده دي attributes تانية من الكار مش الحتة بتاعت serial number والكلام، في عنده license number وعنده engine serial number وده unique برضو، مفيش اثنين cars ليهم نفس engine من نفس serial number، بس هو قرر ان هو هيستخدم ده، فما بنعملش underline لكل الحاجات اللي keys، بنعمل underline بس اللي انا اخترته ان هو يبقى PK. PK ده اللي هو primary key، primary key تمام، في state وفي ال registration number، state registration number تمام، هو اختار ده وده unique فتمام. مش فاكرين ما قلنا في ممكن attributes تبقى عندها fields تبقى بنر، بس احنا بندفاين ال constraints دي واحنا بنكتب ال relation، واحنا بندفاين ال relation في ال SQL او احنا برضو بنرسمها او بنكتبها في relational data model، لازم تدفاين ال constraints على ال attributes اللي هي مسموح لها تاخد null وال attributes اللي مش مسموح لها تاخد null. يعني لو انت مثلا جيت عند التيبل بتاع students كل attribute منهم تقول ينفع يبقى null ولا لا، هل النيم ينفع يبقى null؟ لا، النيم اتريبيوتس ما ينفعش، ما ينفعش تحط لي ستودنت مالوش نيم، وانت بالديفاين بتكتب انه ده نوت نال اتريبيوت، ما ينفعش تحط لي فيه نال فاليوز. الفون قشطه ممكن يبقى فون فاضي، المنطقي طبعا انه ما ينفعش كي يبقى فيه نال، فهو باي ديفولت انت وانت انك عرفته ان هو كي فهو اوتوماتيكلي بيحط له النون النوت نال فلاج ده بيتحط مع الكي، ما ينفعش تحط رو جديد وتحط الكولن الاتريبيوت بتاع الكي تحطه فاضي. بس ينفع تحط النيم فاضي لو انت مش حاطط constraint، انما هنا في الكيس دي لا، احنا عندنا السكيما constraint بتاعتنا، السكيما ده يعني الديسكريبشن بتاع الداتابيس بتاعتي بيقول لي انه لا منطقي ان الستودنت ما ينفعش يبقى النيم بتاعه فاضي، فانا لازم انفورس الكلام ده وانا بكتب السكيما بتاعتي، فبكتبها واكتب انه الاتريبيوت ده نوت نال، باجي عند الفور ما بكتبش الكونسترينت ده فيبقى هو عادي ياخد نال فاليوز، اجي عند الادرس ممكن اقول نوت نال برضو عشان انا محتاجه اعرف اجيب الستودنت ده وابعت له حاجات فمحتاجه يبقى عندي الادرس بتاعه وهكذا. فانت بتديفاين الكلام ده في الكونسترينتس اللي بتتكتب في السكيما بتاعتك في الريليشنال موديل سكيما.
دكتور، هو في موضوع السوبر كي ينفع يبقى أنا عندي واحد من حد عنده أسئلة في اللي فات؟ أيوة دكتور، صوتي مسموع؟ أوكي. طيب إحنا سوفر كنا بنتكلم على جداول بتاعة entities معينة، يعني student, car, employee، أي حاجة من الحاجات دي، customer. فدي single relation بس، والاتريبيوتس بتاعتها بس. بيبقى في relations، مش relations بقى، فاكرين relationships دكتور، بين الrelations دي وبعضها، بين الجداول دي وبعضها، في هما related ببعض. related يعني في بينهم relationship. فقبل ما نكتب حته الريليشن شيب، محتاجه تقول لي اصلا انه الداتابيس بقى شخصيا. احنا دلوقتي، احنا اللي فات كنا بنقول ريليشن سكيما، يعني السكيما بتاعه الريليشن بتاعه الجدول. فكنت بتكتب لي اسم الجدول وجواه اسامي الاتريبيوتس، صح؟ دي السكيما بتاعه الريليشن دي، بتاعه الجدول ده. لما تيجي تقول لي الداتابيس سكيما، فانت عايز تقول لي الداتابيس دي مكونه من كام ريليشن، من انهي ريليشنز. فبنكتبها كده، نكتب الاس اللي هي السكيما بتاعت الداتابيس كلها، بين كيرلي براكتس بنكتب اسامي الديفرنت ريليشنز اللي هي الجداول المختلفه اللي موجوده في الداتابيس دي. فا اكزامبل كده مثلا هنا للكومباني اللي احنا كنا عملناها في الاير دايجرام، كومباني ده دي اسم الداتابيس كلها، وبين الكيرلي براكتس اسامي الجداول اللي جوه اللي هي الديفرنت ريليشنز اللي جوه. في جدول امبلوي، في جدول الديبارتمنت، في جدول ديبارتمنت لوكيشنز، بروجكت وركس اون وديبندنت، وكده الحاجات كلها اللي احنا كنا عملناها ونشوفها دلوقتي يعني. تمام، ده اسمه سكيما بتاعت الريليشن. يعني تيجي عند الامبلوي كده وتقول لي امبلوي، وتقول لي انه لي نيم، لي ايدج، لي مش عارف ايه، سالري، حاجات كده، كل المعلومات دي. ده السكيما بتاعت الريليشن اللي اسمها امبلوي. انما دي اسمها database سكيما، دي بتديسكرايب الداتابيس كلها، بتكونسيست اوف ريليشنز اسميها ايه. الريليشنز دي منهم entities بس، ومنهم relationships بين entities وبعضها يعني. بس كل، حتى relationships بتبقى represented في الجداول برضه. يعني فاكرين works on دي كانت relationship بين ال employee وال department او project، مش فاكرة. فهي relationship بس، وانت واحنا بنrepresentها في ال relational model بتبقى محطوطة في جدول لوحدها. جدول كده بيقول لي انه ال employee الفلاني بيشتغل في ال department، مش بيشتغل على project الفلاني. كانت works on دي بين الامبلوي والبروجكت، فجدول منفصل. فمنها جدول منفصل تبقى relation منفصلة في relational data model. هنيجي للتفصيلة دي قدامي. بس ده شكل الكمباني database schema، ده شكلها الجاهز يعني. بس احنا في الاخر هي لسه ناقصها حاجة، بس النطة دي من الER diagram لهنا احنا لسه ما خدناهاش. يعني ما خدناش ازاي بنحول ER diagram لده، بس يعني خدها منه كده وخلاص. انه ده some example للداتابيس سكيما، عندي فيها 6 relations، كل relation ليها subset of attributes، first name, middle name و last name، SSN وكده. وتلاقي دايما بيبقى فيه underline عند الكي اللي هو اختار. ال department ليها name و number و manager و manager start date، واختار ال department number هو يبقى الكي. ال department location حط 2 كده، يبقى ده composite attribute. فالكي عندي composite برضو، يعني composite key، هو معلم على الاثنين، مش كل واحد فيهم key لوحده، الاثنين مع بعض key. الحته دي هنبقى يعني نشرحها قدام ليه وايه ده اصلا، نبقى نشوف دي بعدين. البروجكت البي نمبر هو الكي بتاعه. الworks on الاثنين underlined، مش معناها ان كل واحد فيهم candidate key لوحده، معناها انه الكي اصلا composite من الاثنين. يعني لو شلت واحد فيهم مش هيبقى يونيك. الديبندنت نفس الكلام، كومبوزيت كي بين اسم الديبندنت والامبلوي اس اس ان. فاكرين الديبندنت ده قلنا ان هو ويك انتيتي، وكنا بناخد الكي بتاع الانتيتي اللي هو مربوطه بيه اللي هو كان الامبلوي، وبنحطها عنده الامبلوي اس اس ان، وبحط الاسم بتاع الديبندنت نيم، والاثنين كانوا مع بعض هما اللي بيريبريزنتوا كومبوزيت كي برضو عندي. ليه بقى دول وشمال اختار دول ومش دول، والحاجات اللي هي بالذات اللي فيها composite دول، دول لسه هن يعني هن describe هم بعدين، لسه ما شرحناش الحاجات دي.
بس ده example دلوقتي خدوه زي ما هو كده. طيب في هتلاقوا هنا في attributes بتحمل نفس أسامي مختلفة بس هي بتريبريزنت نفس الحاجة زي ده وده وده وده، كل دول نفس الحاجة. ال department number هنا ده ال number بتاع ال department اللي هو بيعرفها، في هنا هنا معناه ال department اللي ال employee بيشتغل فيها، بس هي في الآخر يعني واحدة من دول، واحدة من ال departments اللي موجودة في الجدول ده. ال department locations اللي هو جدول بيقول لي كل department مكانها فين، موجودة مثلا في الدور الفلاني، موجودة في المكتب الرقم فلاني كده يعني. فدي برضو نفس ده يعني، نفسه أقصد إن هو نفس the real world يعني relevance، يعني هو بيrepresent نفس الحاجة في الحياة، كله نفس الحاجة. البروجكت لما باجي اشرح البروجكت اقول ان البروجكت ده بيبقى سوبرفايزد بديبارتمنت معينه او بيبلونج لديبارتمنت معينه، فببقى كاتبه رقم الديبارتمنت هنا. فكل دول نفس الحاجه، كل اللي عليهم ستار دول هما بيريبريزنتوا نفس الحاجه في الحقيقه، في الحياه. بس عادي يبقى وانت بتريبريزنتهم في الداتابيس سكيما تديهم اسامي مختلفه، انت حر مش فارق. بس somehow بطريقه ما هنجي لها كمان شويه، بتقول الداتابيس سكيما ان دول كلهم نفس الحاجه. دي لسه ما جينالهاش، هنقول هلو ازاي دي لسه ما جينالهاش، بس تبقى عارف عادي انه يبقى ممكن عندي multiple attributes متفرقين في relations مختلفة، يعني في جداول مختلفة ليهم اسامي مختلفة بس هما بيرepresentوا نفس الحاجة في الحقيقة. النقطة التانية انت ممكن تلاقي في الداتابيس برضو حاجات ليها نفس الاسم بس هي مش نفس الحاجة، يعني مش نفس الحاجة في الحقيقة أقصد، يعني حاجة مثلا زي خلينا مثلا هنا مش نافع، بس هنا مثلا لو في address هنا للإمبريي ده وعندي address تاني، عندي مثلا هنا واحدة تانية غير الإمبريز، عندي students في الجدول معرفش بيعمل ايه بس يعني برضو عنده address، دول مش بيريبريزنتوا نفس الحاجه في الحقيقه، دول الادريسز بتوع الامبلويز ودول الادريسز بتوع الستودنتس. فما فيش حاجه بتقول لك انه لازم الادرس اللي هنا يكون ليه وجود في ده، هما بيريبريزنتوا نفس الحاجه كمعنى بس يعني مش نفس الحاجه في الداتابيز، يعني مفيش حاجه تربطهم الاثنين ببعض، مش لازم الادرس اللي هنا يكون نفس يكون موجود هنا. عكس الديبارتمنتس، الديبارتمنت نمبر هنا بتاع الامبلوي ما ينفعش تبقى كاتب لي رقم ما هوش موجود في الليست اوف ديبارتمنتس اصلا، فانا قصدي ان هم مربوطين ببعض، هم بيريبريزنتوا نفس الحاجه فعلا، فما ينفعش تكتب هنا حاجه ما هياش موجوده هنا، هي الاثنين نفس الحاجه. انما في الادرس لما بقول عندي كذا جدول وكل جدول فيه ادرس منفصل بذاته، ايفن لو هم نفس الاسم نفس اسم الاتريبيوت بس هم مش بيريبريزنتوا نفس الحاجه، فمش لازم الادرس اللي موجود هنا عند الستودنتس يكون ليه مناظر ليه موجود عند الامبلوي، لا ملهاش معنى، هم حاجتين مختلفين اصلا، ده ادرس بتاع الموظفين وده ادرس بتاع الستودنتس. اوكي كون الاتريبيوتس ليها نفس الاسامي او مالهاش نفس الاسامي ده مش بيريبريزنت حاجه، وما هوش بيخلي الداتابيس سكيما او الداتابيس مانجمنت سيستم يفهم حاجه. لو لقاهم الاثنين نفس الاسم يعني فيفهم ان دول ريليتد، لا. او لو لقاهم اسامي مختلفه يفهم ان هما ما لهمش علاقه ببعض، لا برضو. انت اللي بتقرر وانت اللي بتعرفه هما الحاجات دي ليها علاقه ببعض ولا لا بسام رولز وكونسترينتس هنقولها كمان شويه. اتريبيوتس اللي ليها اللي هي بتريبريزنت نفس السيم real world concept may or may not have identical names، مش شرط، دي حاجة انت بتألف. هنا هو قالك ال D number في الامبلوي هو نفس ال D number في البروجكت، الحاجات دي كلها related ببعض، هي نفس ال real world concept. وعلى الصعيد الآخر يعني ال attributes ممكن يكون ليها different concepts بس ممكن يكون ليها نفس الاسم زي ال address كده اللي قلنا عليه. بس يعني ممكن كنت تيجي هنا مثلا تكون حاطط في الديبارتمنت ما تسميهوش دي نيم، تكون مسميه نيم بس، وتيجي عند البروجكت تقول نيم برضو، الاثنين ليهم نيم، لا هما الاثنين اسمهم نيم بس ده غير ده، ده النيم بتاع البروجكت، اسامي يعني دومين مختلف، بول مختلف من الفاليوز،
والديبارتمنت دي النيم بتاعها بول مختلف برضه، مفيش حاجه بتقولي انه ده لازم يكون ليه مناظر هنا خالص. فدي بس الايه اللي حبينا ننوه عليه في حته السكيما بتاعه الداتابيس كلها. طيب قبل ما ندخل بقى في الليفل اللي بعد كده، ده حاجه مهمه، فخلينا ناخد بريك ربع ساعه ماشي، نيجي 10 وثلث. ماشي مش ماشي؟ تمام ماشي اوكي، نرجع 10 وثلث ان شاء الله.
السلام عليكم يا جماعة، الناس رجعت. ألو ألو، اه يا باشمهندس، سامع حضرتك. طيب تمام. طيب نرجع بقى نكمل. احنا اكتر يعني كل اللي شرحناه قبل كده في الكورس بيصب في الاخر في البوينت دي، دكتور المفروض انه ده يلينك الحاجات ببعضها، اي جزء كبير من الحاجات اللي احنا خدناها، ان احنا بنريبريزنت داتابيس سيستم عندي فيه انتيتيز مختلفة وفي علاقات بين الانتيتيز دي وبعضها، فالكلام ده رسمناه، بس انا لما اجي اطبقه هعمله ازاي؟ هناخد التحويلات المحاضرة الجاية، بس انا برضو بطبقه ازاي في relational model؟ لما باجي اعمل جداول ازاي بديفاين انه في relationships بين الانتيتيز وبعضها، وعرف انه زي ما شخبطنا كده في السلايد اللي فوق، انه الديبارتمنت نمبر ده هو نفسه، ده هو نفسه، ده هو نفسه، ده ان انا اعرف اقول الامبليجي ده بيشتغل في الديبارتمنت الفلانيه، فهي دي الباور يعني بتاعت الداتابيس سيستم، انك مش مضطر تكيب دوبليكيت انفورميشن في حتت كتير وتقعد عند كل امبليجي تكتب اسم الديبارتمنت اللي بيشتغل فيها واسم المانجر بتاع الديبارتمنت ده، والكلام ده كله مش المفروض تكتبه عندك، بس يعني لازم تكتب عندك اي حاجه تعرفه هو شغال فين، مينيمم انفورميشن. فهنا حطينا بس ايه رقم الديبارتمنت اللي هو شغال فيها. لو انت تبص على ليفل الامبلوي بس على الجدول بتاعه مش هتفهم، هتلاقيه شغال في ديبارتمنت 4 دي اللي هي بتاعت ايه، ما مش عارف. بس الداتا بيس سيستم بقى عشان انت بتديزاين الموضوع ده وبتقول له انه ده هو somehow related بالديبارتمنت نمبر اللي موجود في الجدول التاني بتاع الديبارتمنت، فهو يروح بقى يبص هناك على جدول الديبارتمنتس ويدور على ديبارتمنت رقمها 4، فيبدأ يعرف اسمها ايه والمانجر بتاعها ايه والكلام ده كله. فالكلام ده مهم نعرف بقى ازاي بنريبريزنته في الريليشنال داتا موديل، وبعدين بعد كده بقى الكلام ده هيتكتب ازاي في الاسكيل. بس دلوقتي هنا انا يعني نقلنا خطوه كويسه وعملنا جداول، بس اربط الجداول ببعضها ازاي واقول انه ده هو نفسه ده ازاي، الكلام ده بقى في حته الجزء بتاع الفورين كيز والريفرنشال انتجريتي. خلينا ناخد الاول الانتيتي انتجريتي، احنا بنتكلم في ليفل الكونسترينتس دلوقتي، بس هو منه هيدخلنا على جزء الفورين كيز، بس خلينا ايه نكمل الكونسترينتس بتاعت ليفل الانتيتي لوحدها. انتيتي انتجريتي هي انك دايما هو كونسترينت محطوط على انه دايما الانتيتي لوحدها تبقى valid. وبرضو عايزه انوه على حاجه او يعني ناكد على معلومه، انه الكونسترينتس دي الهدف منها انه الداتابيس بتاعتك تبقى دايما في valid state. valid state يعني الستيت بتاعتها currently اللي هي فيها الكومباينيشنز من الروز المختلفه في الجداول المختلفه تبقى valid، يعني بتساتسفاي الكونسترينتس اللي انت حاططها، يعني valid يعني تمام، يعني الاتريبيوتس من الدومينز دي يعني الكي defined صح، يعني الكي ما فيهوش null values، يعني النيمز بتاعت الستودنتس ما فيهاش null، الكلام ده كله بيقول لي ان الستيت دي valid يعني بتساتسفاي الكونسترينتس. منها انه الانتيتي يعني كونسبت مهم هو الانتيتي انتجريتي، انه الانتيتي شخصيا تبقى متاكدين ان هي valid. بنعرف الكلام ده ازاي؟ الانتيتي بالنسبه لي هي مهم عندي فيها هو البرايمري كي بتاعها، انه البرايمري كي بتاعها ما يبقى يونيك وما يبقاش نل، cannot have null values. بس هو ده الملخص بتاع الانتيتي انتجريتي، انه كل واحده يبقى ليها برايمري كي وما يبقاش نل. At any given tuple, the value بتاعت the attribute اللي هو the primary key not equal null for any tuple in relation. ده مختصر the entity integrity constraint. ولو the primary key ده composite several attributes يعني composite attribute composite key محتاج منه كذا يعني جواه كذا زي بتاعت the card كده كان فيها state registration number، فنفس the constraint the null مش allowed for any of these attributes. يعني مثلا تقولي خلاص الاثنين ما يبقوش نال، لا ما دام هم اللي هو كومبوزيت من كذا اتريبيوت ولا واحد من الاتريبيوت دول ينفع يبقى نال. بس ده ملخص الانتيتي انتجري.
الكلام ده مش بس على ليفل الكي، على ليفل الكي وكمان على ليفل اي اتريبيوتس انت كنت مقررها في الكونسترينت اللي فات اللي هو بتاع النطنر، ان انت ممكن تختار اتريبيوت معين وتقرر ان هو يبقى تسال لو في نال فاليوز، قلنا زي ستودنت نيم مثلا ايفن ذو هو ما هوش برايمري كي ولا حاجه، بس قشطه انت ممكن تعمل كده. بس ده دي نوت جانبيه ان انت ممكن تعمل كده، بس الانتيتي انتجريتي هي ايه؟ انه البرايمري كي اللي انت اخترته في الكونسترينت اللي قبل كده لازم يكون not null for any value for any tuple في relation دي، ولو هو composite ولا واحدة من الاتريبيوتس بتاعته ينفع تاخد null value. بس ده الانتيتي. المهم بقى هو referential integrity، انه يبقى فيه relationship بين two relations، relation دي يعني entity او غيره، بس يعني يبقى فيه some relationship بين اثنين entities او بين جدولين. يعني الكلام ده محتاجين نريبريزنته بشكل بقى مختلف، مش constraint على level الريليشن الواحده، يعني كون الكونسترينتس اللي اتكلمنا عليها قبل كده حوار النل نل وحوار الكلام ده كله بتكلم على level attributes جوه relation واحده. لو انا بتكلم بقى على two relations، علاقه بين two relations، فبنحط constraint بقى عالي وهو اسمه ال referential integrity. إنه في some relation بتreference relation تانية، جدول معين وجدول اتنين table one table two في relation بينهم relationship بينهم. relationship دي إنه في واحدة بتreference التانية، فالسهم ما بيبقاش رايح جاي، السهم بيبقى رايح من واحدة للتانية، إنه في some relation في جدول ما بيreference data في جدول تاني، دي بنسميها referencing relation، ودي referenced relation relation اللي انا عايز اجيب منها. الاكزامبل اللي هنا دلوقتي هنقول examples بقى كتير، بس زي ده كده الديبارتمنت نمبر اللي انا كنت بقول عليه جوه الامبلوي، ده معناها انه الامبلوي في معلومه بتريفرنس معلومات مور ديتيلز في جدول تاني، فالعلاقه بين دي ان او هنا ده ودي نمبر دي referential يعني relationship، انه ال student sorry ال employee DNO بي reference department table او department relation، دي اسمها referenced relation. الكلام ده بقى بن represent ازاي وايه قواعده وكده، فخلينا نبص. انا خلينا نسيبهم هنا عشان ما بقاش كان عندنا في جدول ال employees في معلومات كتير، واحد فيهم اللي يهمني دلوقتي ال DNO. كان عندي جدول تاني اللي هو departments فيه معلومات كتير، واحد فيهم اسمه department number. okay. فهنا كلام وهنا كلام attributes مش مهمة. دلوقتي انا عندي referencing relation بت reference الجدول ده، في reference فبنقول عليها، بنقول على ده كده كده، ده كده كده ال primary key بتاع هذه ال relation اللي هي بتاعت ال department. الرقم بقى اللي مناظر ليه في ال table التاني بتاع ال employees اللي هي referencing relation بنسميه foreign key. ف foreign key هو زي pointer بي reference primary key موجود في جدول تاني، موجود في relation تاني. ومفروض بقى ال constraint انه الفورين كي فاليو بتاعته تبقى موجوده في البرايمري كي فاليوز اللي موجوده عند الديبارتمنت. يعني ما ينفعش تقولي الامبلوي بيشتغل في الديبارتمنت 10 واجي اروح هناك في الديبارتمنت تيبل ما الاقيش ولا تابل الديبارتمنت نمبر بتاعته اسمها 10 اصلا، فاصلا جدول الديبارتمنتس ما فيهوش ديبارتمنت 10، يبقى انت جبت منين الامبلوي ده شغال في ديبارتمنت 10؟ مفهوم؟ فالكونسترينت هنا هو انه الفورين كي بتاع الجدول اللي اسمه امبلوي، مش بتاع الجدول بقى، الفورين كي الفاليو يعني بتاعت الفورين كي عند employee 1 مثلا بتساوي نفس الفاليو بتاعت البرايمري كي عند some tuple موجود في الـ department relation مثلا department 1 برضو او department اي حاجة department 2 اي department يعني. اوكي اللي هي الـ constraint ده some tuple في الـ referencing relation T1 ده في R1 relation 1. relation 1 دي هي ال referencing relation اللي هي زي اللي هي هنا ال employee. ف some employee هلاقي عنده ال foreign key بيساوي ال primary key بتاع ال tuple 2. tuple 2 ده some row
في relation to mean relation to دي reference relation اللي هي ال department والreferencing دي اللي هي ال employee. فهلاقي employee ال value بتاعت ال foreign key بتاعته بتساوي some department ال value بتاعت ال primary key بتاعته. ده لازم يبقى موجود كده. لو ال employee ال foreign key بتاعته مش بيساوي ولا واحدة من ال department primary keys يبقى في حاجة غلط. يبقى ال integrity بتاعت ال referential integrity هنا مش متحقق. ال constraint ده مش متحقق. تمام. حاسه انها ميك سنس شويه بس احنا بنحاول نفورميليتها في شكل فورمال شويه. بس هو الى حد ما منطقي. زي الامبلوي بيشتغل في ديبارتمنت فانت كتبت هنا معلومه بتقول لك هو شغال في انهي ديبارتمنت بس مش عايز تكتب كل المعلومات عن الديبارتمنت دي علشان ما يبقاش فيه دوبليكيشن او فيه ريدندنسي. فانت مش عايز ده الكلام ده يحصل فبتحط بس حاجه من ريحته حاجه ترفرنس المعلومات دي. انت عايز تعرف شغال في ديبارتمنت اللي اسمها ايه مش هتكتب اسم الديبارتمنت في جدول الامبلويز. بتعمل ايه؟ تروح كاتب بس فورين كي يبوينت للبرايمري كي بتاع الجدول بتاع الديبارتمنت. عايز انت الاسم خد الفورين كي ده روح دور في الديبارتمنت كي على في الجزء على في جدول الديبارتمنت روح بص على البرايمري كي تيبل البرايمري كي اتريبيوتس بتاعته وبص على القيم بتاعهم وشوف دور على الرو اللي هتلاقي الديبارتمنت نمبر بتاعته رقم 5. خلاص وصلت الخمسة خد بقى بقية المعلومات انه شغال في ديبارتمنت اسمها ABC اسمها المدير بتاعها اسمه كذا جيب بقى بقية المعلومات عنها. اوكي فالconstraint هنا هو ايه؟ انه الفورين كي فاليو عند كل التوبلز اللي موجودة في الامبلويز لازم يكون مناظر ليها فاليو عند some tuple في الريليشن الreferenced اللي هي R2 دي اللي هي ديبارتمنت. حد يعني مش وصل له المعلومة؟ طيب ده الكونسترينت كتابة بنريبريزنته ازاي في الرسمة باللي انا عملته دلوقتي كده. سهم من الفورين كي يروح عند البرايمري كي حاجة شبه بالمنظر ده. هنا الديبارتمنت نمبر طلع منه ده فورين كي طلع منه سهم راح عند البرايمري كي بتاع الديبارتمنت. احنا قلنا في كذا حاجه في الداتابيس دي كلها برضو بيريبريزنتوا نفس الديبارتمنت نمبر اللي هو ايه الديبارتمنت لوكيشن. الجدول ده كان فيه دي نمبر برضو هو ده نفسه هنا فراح رايح واخد سهم من هنا وحطه كده. في ايه تاني؟ كان في حاجه فيها ثانيه ديبارتمنت نمبر. هنا البروجكت ده مانجد بانهي ديبارتمنت فده فورين كي ويروح رايح مشاور على ده. الثلاث تشويرات دي هي اللي فهمتني لما انا كنت من شويه عامله كده وعامله عليهم كلهم ستور ان هما بيريبريزنتو ذا سيم ريل وورلد يعني مينينج. هما كلهم بيريبريزنتو نفس الحاجه. عملتها ازاي وانا بريبريزنت في الريليشنال داتا موديل؟ ان انا خدت كيز خدت اروز من الفورين كي للبرايمري كي اللي هي بالريفرنس. فلما اجي عند البروجكت برضو هشوف البروجكت ده هو مانجد بانهي ديبارتمنت هلاقي هنا مكتوب رقم بس مانج باي ديبارتمنت 9 فاروح رايحه هنا ديبارتمنت 9 اجيب باقي معلومات عنه. الكلام ده ميك سنس؟ حد عنده اسئله؟ ماشي. الفاليو بقى بتاعت الفورين كي فورين كي ده يعني ما هو يعني هو ما هوش برايمري كي في جدوله يعني فين ده هنا كده ده فورين كي. فورين كي ده مش برايمري كي. انا بكلم فورين بالنسبه لمين؟ فورين بالنسبه للامبلوي يعني هو في الامبلوي تيبل هو فورين كي. فورين كي يعني بيشاور على برايمري كي بتاع ريليشن ثانيه بس هو في ريليشن بتاع الامبلوي ده البرايمري كي وده فورين كي والفورين كي ملوش علاقه بالبرايمري كي بتاعتها ده حاجه ثانيه. ده فورين كي بيشاور على البرايمري كي بتاع ديبارت. تمام. الفورين كي ده بقى هنا ليه تو اوبشنز يا اما يبقى فعلا بيرفرنس برايمري كي فاليو عند الريفرنس ريليشن يعني هو من ديبارتمنت 8 فهيروح هنا عند ديبارتمنت 8 وهو فعلا في هناك 8 فده بقى ده بيرفرنس صح يا اما نل
يا اما ما احطش فيه حاجه يعني ممكن اسيبه فاضي، ممكن اقول ان ده مش شغال في ديبارت عادي، ممكن اسيبه يعني كفورين كي. مش بتكلم على الامبلوي بالذات يعني، كونسبت الفورين كي ان هو ممكن يبقى يا اما بيرفرنس ان اكزيستنج برايمري كي فاليو في الريفرنس ريليشن، ده الاوبشن الاولاني، يا اما يبقى نال. امتى ما يبقاش بنال؟ يعني اوبشن 2 ده نوت الاود في كذا حال. نوت الاود لو الفورين كي ده بارت اوف البرايمري كي بتاعه الريليشن اللي هو فيها اصلا، فاذا ما ينفعش يبقى نال. وامتى ما يبقاش نال؟ لو انت حاطط كونستريينت نوت نال اللي احنا شرحناه في الاول، كونستريينت على الاتريبيوت ده اصلا، وانت معرف الداتابيس، كنت معرف هنا وانت بتديفاين الداتابيس سكيما اصلا، وانت بتديفاين الجدول بتاع الامبلويز، كل قلنا واحنا بنديفاين الاتريبيوتس بتاعته، وكل اتريبيوت بقول ايه الداتا تايب بتاعته وايه الدومين بتاعها، وهو ينفع يبقى نال ولا لا. فانت ممكن بتعمل ديفاين الجدول بتاع الامبلويز كنت كاتب انه ديبارتمنت نمبر مش نال، ما ينفعش تقول لي امبلوي ما هوش شغال في ديبارتمنت، هو لا كي ولا حاجه، هو مش برايمري كي، بس انت كنت حاطط عليه نوت نال كونستريينت عادي، عشان انت قررت انه ما ينفعش تزود لي ستودنت من غير نيم مثلا، وما ينفعش تزود لي ستودنت من غير ما تقول لي هو شغال في انهي ديبارتمنت، فده نوت نال كونستريينت، ملوش علاقه ببرايمري كي ولا فورين كي ولا ليه علاقه بريليشن شيب ولا علاقه باي حاجه خالص، ده حاجه لوحدها، ده نوت نال كونستريينت حاطينه على ليفل الامبلوي بس، ملوش علاقه بعلاقاته ببقيه الريليشنز، ده مش ريفرنشال انتجريتي كونستريينت، ده نوت نال كونستريينت من الكونستريينتس اللي شرحناها في الاول. زودنا بقى عليه ان هو كمان فورين كي، ده بقى فورين كي، ففورين كي يا اما يبقى قلنا فاليو صح للبرايمري كي في الريفرنس ريليشن، يا اما يبقى نال، بس ما ينفعش يبقى نال لو انت عامل النوت نال كونستريينت ده. حد عنده سؤال؟ الكلام ده مهم تبقوا فاهمينه كويس، لو حد عنده سؤال يسأل. دكتور ممكن سؤال في الرسمة اللي فيها الأسهم؟ الرسمة اللي هي فيها أسهم، هو ليه السوبر SSN راجع على SSN؟ لا لا ما تسألش، لسه ما يعني بقية الفورين كيز لسه ما جينالهاش، بس خلينا في الديبارتمنت نمبر بس دلوقتي. تمام، يعني في حاجات تانية بقتي في الفورين كيز دي هنبقى نشرحها وممكن سهل، بس خلينا حتة ان انا بفورين كي لحد في ريليشن تانية جزء بتاع، وان هو ما هواش جزء من البرايمري كي بتاعت نفس الريليشن اللي هو فيه. دي حد مش عارفها او حد مش فاهمها؟ طيب ماشي. الجزء التاني اللي ما ينفعش يبقى فيه الفورين كي ده نال، هو انه يبقى هو الفورين كي ده اللي هو دي نمبر هنا في الريليشن دي جزء من البرايمري كي بتاعها بتاع نفس الريليشن دي. في الحاله بتاعه الامبلوي مش نافعه. امتى نافعه؟ احنا قلنا عندي هنا اصلا الديبارتمنت نمبر ده في 3 فورين كيز، في فورين كي اهو، في فورين كي اهو، وفي فورين كي اهو هنا. ده الفورين كي ده هو اصلا من الاول مختاره ان هو جزء من الكومبوزيت كي، اللي هو دول الاثنين مع بعض كده كومبوزيت كيز، فده مختاره انه جزء من البرايمري كي بتاعه الريليشن اللي هو فيها، وفي نفس الوقت هو فورين كي بيرفرنس برايمري كي بتاع الريليشن اللي اسمها ديبارتمنت، هو برايمري كي في جدوله وفورين كي بيرفرنس برايمري كي في جدول تاني. تمام، فساعتها ما ينفعش ياخد يبقى نل، علشان ده بيديفيت الانتيتي انتجريتي كونستريينت. والانتيتي انتجريتي كونستريينت انه ما ينفعش اي اتريبيوت من المشاركين في البرايمري كي بتاع الريليشن دي تكون نل، فده نمبر 1 كونستريينت اللي لازم يتحقق. دلوقتي في كونستريينت تاني بتاع الفورين كي، ان الفورين كي بس الفورين كي مسموح له انه يا اما يبقى نل يا اما يبقى بيشاور على قيمه اكزيستنج فعلا في الجدول التاني، بس في الحاله دي ما ينفعش ياخد الكيس الثانيه لو هو مشارك في البرايمري كي بتاعه الجدول بتاعه. كيس 2 مش allowed لو هو part من its own primary key، وبرضو مش allowed لو انت already من الاول عامل definition على الattribute ده ان هو مينفعش يبقى null، ان هو not null. مينفعش تقول لي انه في project مش managed department معين، مينفعش تقول لي كده، فلازم ده انت تقول حاطط عليه constraint ان هو not null.
ده بغض النظر عن هو فورين كي ولا مش فورين كي، ده كونستريينت تاني. وظيفه بقى الداتابيز مانجمنت سيستم بعد ما انت ديفاين كل الكونستريينتس دي، كونستريينتس دومين كونستريينتس كي كونستريينتس انتيتي انتجريتي كونستريينتس ريفرنشال انتجريتي كونستريينتس، كل ده بتعرفه في الداتابيز ديفينيشن. وظيفته بعد كده ان هو دايما يكيب الداتابيز في valid state، وان valid state يعني state محققه كل الكونستريينتس مش بتفايوليت ولا واحد فيهم. ما ينفعش حد يروح يعمل اد لامبلوي ويكتب انه شغال في ديبارتمنت 20 ومفيش ديبارتمنت 20 اصلا في جدول ديبارتمنت، او ما ينفعش يجي يحطها بنل وانا كاتبه له ان ده نوت نل، او ما ينفعش حد يجي هنا يكتب لي بروجكت نمبر والبروجكت نمبر بتاعه متكرر قبل كده. تمام فاهمين؟ فالفكره انت بتديفاين الكونستريينتس ليه علشان ما تبقاش فايوليتد بعد كده، عشان تريح نفسك وتديليجيت بقى المسؤوليه للداتابيز مانجمنت سيستم، هو اللي انفورس دايما ان اي انسرت جديده في الداتابيز او اي اوبريشن في الداتابيز بتحصل دايما تخلي الداتابيز في ستيت بتحقق كل الكونستريينتس اللي انت عملتها ديفينيشن في الاول. فانت الديفينيشن بتاعك بتاع الداتابيز مش متوقف بس على انك بتديزاين انتيتيز، لا انت كمان بتديزاين الكونستريينتس بتاعته. احنا كل مره بنعلي ليفل الديتيلز اللي موجوده في الداتا موديل اللي بنريبريزنت بيه الداتا بيس، عشان كده ده اسمه انترميديت داتا موديل، مش هاي ليفل زي اللي كان قبل كده اللي هو الاي ار دياجرام. الاي ار دياجرام كنت حاطط فيه كونستريينتس برضو، فاكرين كنا بنحط التوتال بارتيسيبيشن والكلام ده كنا حاطينه بشكل معين. هنا بنزود ليفل الكونستريينتس، بعرف داتا تايبس وبعرف الدومينز وبعرف الكيز وبقول انه الكيز ما تبقاش تبقى نل، وبعرف شويه اتريبيوتس ما هياش كي بس بقول برضو ان هي ما تبقاش تبقى نل، وبعرف ريفرنسز بين التيبلز وبعضها. الكلام ده كده خدني ليفل اقرب لان انا امبلمنت بقى الكلام ده فعلا واكتبه اس كيو ال. طيب احنا هنا كده خلصنا الكلام ده، وهو جه هنا بيدي برضو اكزامبل على ال department numbers اللي أنا لسه شرحه. عنده ثلاثة relations ال employee وال department وال enrollment. department number هنا أنا كنت عايز أسأل سؤال. في السكرين اللي هي كان فيها الرسمة اللي فيها الاسم، هو احنا قلنا ان لو primary key ما ينفعش يبقى نار طبعا، لكن هو لو فورين كي ممكن يبقى نال في الجدول اللي هو فيه فورين كي، لكن لو هو يعني في الجدول بتاعه منفع اللي هو فيه برايمر كي ما ينفعش يبقى نال. صح كده؟ صح كده. طيب هو لو يعني هو جزء من سوبر كي ممكن يبقى نال؟ لو هو جزء من سوبر كي ومش بيأثر في اليونيكنس، يعني انا في الاخر لما انا يعني سوبر كي ده مرحله ان انا لسه بختار الكي، فبدور على كانديديتس وبعمال اختار كده شويه اتوبيس مع بعض واشوف دول يونيك، دول يونيك تمام يبقى دول سوبر كي، دول مع بعض كده يونيك، دول يونيك يبقى دول سوبر كي وهكذا، فاهم؟ عمال بقى بقلب كده دول سوبر كيز كيز يعني مع بعضهم يونيك، بس انا مش بكمل بالسوبر كي، انا بعد ما بعمل سوبر كيز بختار من بقعد امينيمايز فيهم واشيل الاتوبيس اللي مش مؤثره ويبقى لي اتريبيوت واحد بس هو اللي بختاره ويبقى برايمري كي، وشكرا بقى بكمل بيه ما بكملش بسوبر كيز. فلو هو اصلا كان لو انا كنت في الاول مختاره للامبلوي انه الاس اس ان مع الديبارتمنت نمبر يبقى سوبر كي، ولقيت اصلا الديبارتمنت نمبر ده وجوده ما هوش مؤثر لانه الاس اس ان لوحده كفايه فمسحته ما بقاش هو من السوبر كي بتاعي، ما بقاش انا مش عايز السوبر كي اكمل بيه اصلا، عايز البرايمري كي. فالديبارتمنت نمبر وجوده مع الاس اس ان ما هوش فارق، مش بيأثر في اليونيكنس في حاجه، فلو شلته مش هيتأثر الموضوع، فاخترت الاس اس ان لوحده يبقى هو البرايمري كي، فكده خلاص هو جزء بقى من سوبر كي مش جزء من سوبر كي. انت ما هي سوبر كي ده ما يهمكش خالص ما دام هو ما هوش جزء من البرايمري كي يبقى تمام، هو ممكن يتحط منه. انت لازم تكون مقرر البرايمري كي بتاع كل جدول قبل ما تبدا بقى تعمل الريفرنسنج، لانه الريفرنسنج هو بيبدا بقى انت بتريفرنس البرايمري كيز بتاعه الجداول، فلازم تكون اول ستيب محضر البرايمري كي بتاع كل جدول لوحده، ده اهم حاجه. مش هنا الاكزامبل بتاع الديبارتمنت نمبر تاني، هو في الجدول بتاع الديبارتمنتس هو برايمري كي، في الجدول بتاع الامبلويز وجدول تاني عامله اسمه انرولمنت كده، الجدولين دول فيهم الديبارتمنت نمبر برده كفورين كي،
اللي بالاحمر ده فورين كي. هنا الفورين كي ده ما هوش جزء من البرايمري كي فممكن يبقى نل، انما ده هنا هو باخده جزء من البرايمري كي فما ينفعش يبقى نل. بس ده زيه زي حته بتاعه الديبارتمنت لوكيشنز، كان برضو مختار الديبارتمنت واللوكيشن والاثنين كانوا مع بعض برايمري كي، فما ينفعش تحط ديبارتمنت نمبر ده بنل ايفن حتى لو هو فورين كي، وفورين كي مسموح له يتحط بنل عادي، بس هنا ما ينفعش عشان هو بارت من البرايمري كي بتاع الجدول بتاعه. فده اكزامبل ستيت من الداتابيس، الامبلويز وادي الجداول. بس دايما كل دول لازم نتاكد انه ليهم existing value في البرايمري كي بتاع الريفرنسد ريليشن. خمسات موجوده خمسه، ناس شغاله في ديبارتمنت اربعه فموجود ديبارتمنت اربعه، ناس موجوده في ديبارتمنت واحد فموجود ديبارتمنت واحد. ما ينفعش تحط واحد هنا شغال في ديبارتمنت تسعه وما فيش هنا تسعه، ده اكس. ما ينفعش، ما ينفعش ده لانه ملوش value مناظره هنا، يا تسيبه بنل يا تحط له قيمة لازم تكون existing هنا. بس هنا بيقول انه احنا بنrepresent الكلام ده بان احنا بنunderline primary key زي ما احنا قلنا، والforeign key ده بيبقى directed arc arrow يعني من الforeign key للreference table. يا اما تعملوا يعني الarrow يروح للtable بس لاسم التيبل يعني، يا اما تpoint للprimary key في الreference relation عشان تحدد بالضبط يعني. الاثنين نفس الحاجة، عايز تعملها كده اعملها، عايز تعملها كده اعمل. ممكن نمسح الصخابيط. تمام. ممكن واحد يروح جاي يعمل ده كده بريفرنس ده وخلاص، وهو مفهوم انه مادام بتريفرنس ده يبقى انت اذا بتريفرنس البرايمري كي بتاعه وخلاص. فلو حد شاف ده يفهم يعرف كده عادي يعني. هنا الـ department number برضو حد يروح جاي يعمله كده كله شغال، يا تعمل البوينتر بيبص للبرايمري كي على طول، يا تعمل البوينتر بيبوينت للداتا للجدول على بعضه وخلاص مفهوم انه هي بوينت للبرايمري كي. طب تعالوا بقى نبص على relation. احنا الـ department number خلاص خلصنا منه بكل الايه الفورين كيز بتاعته. تعالوا نبص على الديبندنت. الديبندنت ده كان ويك انتيتي مربوط بكل امبلوي، فقلنا ساعتها هناخد الكي بتاع الامبلوي نحطه هنا اللي هو الاساس ان بتاعه، هنحطه هنا الامبلوي اللي هو مربوط بيه، والاسم بتاع الديبندنت والاثنين مع بعض بقوا كومبوزيت كي. احنا واحنا بنرسمهم بنرسم يعني بنعمل الاندرلاين مع الاثنين مع بعض كده، بس هو هنا عشان يرسم بس بعمل اندرلاين كل واحد لوحده، بس هو المقصود بيها انه الاثنين مع بعض انه ده كومبوزيت يعني الاثنين مع بعض برايمري كي. اوكي، فهنا الديبندنت الاساس ان بتاعه ده لازم يكون واحد من الامبلويز اللي موجوده، فبنريبريزنت كده ازاي باني اروح شد خط من هنا اروح عند الاساس ان، فالخط ده لوحده فهمني انه ما ينفعش تحط لي ديبندنت يكون الاساس ان بتاعه ما هوش موجود في جدول الامبلويز اصلا. احنا قلنا ده فاكين ده ويك انتيتي وجوده مربوط بوجود الامبلوي شخصيا، فكده خلاص كده انا ضمنت انا دلوقتي عملت ان ده فورين كي بريفرنس ده، فيبقى لو جيت تحط لي ديبندنت وقلت لي انه بريفرنس امبلوي الاساس ان بتاعه 1 2 3 4 ومفيش هنا امبلوي بالرقم ده هيقول لي لا ما ينفع. اوكي، فده اول حاجه، ده برايمري فورين كي خلاص، والبرايمري كي بتاعه هو الاثنين دول مع بعض ومفيش اي فورين كيز ثانيه في الجدول ده، في الجدول ده خلاص خلص. جدول الديبارتمنت لوكيشنز برضو خلص لان احنا ده كده برايمري كي مع بعضه وده بيرفرنس الديبارتمنت نمبر وكده برضو خلاص مفيش فورين كيز ثاني. البروجكت بقى البروجكت بايدنتيفايو بالنمبر بتاعه، فده اليونيك ايدنتيفاير بتاعه يبقى ده البرايمري كي، واللوكيشن والنيم دول خلاص اتريبيوتس طبيعيه. كنت في ريليشن شيب بين البروجكت والديبارتمنت لو فاكرين، كان البروجكت بيبقى مانجد باي ديبارتمنت، فالريليشن شيب دي عملنا لها ريبريزنتيشن في الجدول بان انا خدت فورين كي هنا
وقول مين الديبارتمنت اللي بتمانج البروجكت ده. الحته دي بالظبط انا ليه حطيتها هنا ما حطيتهاش هناك؟ ليه ما جيتش عند الديبارتمنت وقلت انها بتمانج البروجكت الفلاني؟ الكلام ده to be answered في المحاضره الجايه، اللي هو لما جيت اريبريزنت الريليشن شيب دي اللي هي مانج بروجكت مانجد باي ديبارتمنت او ديبارتمنت مانجز بروجكت، ليه قررت ان انا هريبريزنتها في الجدول بان انا احط فورين كي للديبارتمنت في جدول البروجكت، ما خدتهاش بان انا اروح احط فورين كي للبروجكت في جدول الديبارتمنت. to be answered المره الجايه ان شاء الله. هنا دلوقتي ديبارتمنت نمبر بقى خدت قرار خلاص ان هو يبقى فورين كي بيبص على ده، فكده تمام وما هوش بارت من البرايمري كي ولا حاجه، فجدول البروجكتس ده خلص. جدول الديبارتمنت، ديبارتمنت نيم ده بتاعه، نمبر ده الكي، مانجر اس اس ان ومانجر ستار ديت. مانجر اس اس ان ده يعني الاس اس ان بتاع المانجر بتاعه، ده مش حاجه مستقله بذاتها، ده لازم تكون ده اس اس ان بتاع بني ادم موجود فعلا في الامبلويز، فيبقى اذا ده لازم يكون فورين كي بيشاور لي على ده. اما بعمل السهم ده معناها بقول له انه ده لازم يكون لي وجود هنا، لازم يكون بريفرنس فاليو موجوده هنا عشان الاثنين دول بيريبريزنتوا نفس الحاجه. اوكي، فده معنى الفورين كي. كده انا حطيت هنا ريفرنشال انتجريتي كونسترينت، ما دام عملت السهم يبقى مانجر اس ان ده ما هوش رقم كده حطه لي اي حاجه وخلاص، لازم تحطه لي واحد يكون ليه قيمه موجوده عند جدول الامبلويز، يكون بني ادم فعلا موجود انرولد ان هو امبلوي في الشركه. المانجر ستار ديت ده لا هو فورين كي ولا اي حاجه، ده اتريبيوت كده منفصل. فخلصنا جدول الديبارتمنت. جدول الوركس اون ده كان امبلوي وركس اون امبلوي وركس اون بروجكت، دي كانت الريليشنشيب برضو حولناها. اشمعنى بقى الريليشن دي حولناها في جدول لوحدها؟ اشمعنى بقى المانج البروجكت مانج باي ديبارتمنت ما حطيناهاش في جدول لوحدها؟ عملنا بس ريبريزنتيشن للريليشنشيب دي بان انا حطيت فورين كي، انما الريليشنشيب بتاعه امبلوي وركس فور بروجكت حطيت لها في جدول لوحده. تو بي انسرد برضو المره الجايه. المهم هنا هو خد قرار كده خلاص، يعني خده كده زي ما هو بيقول انه هيعمل جدول بيقول فيه الامبلوي الفلاني بيشتغل في البروجكت الفلاني عدد ساعات معين، كانت دي كده ليها اتريبيوت لوحدها ان اوف اورز. فالامبلوي الفلاني دي اقولها ازاي؟ ان انا اروح جايبه فورين كي ببوينت للبرايمري كي بتاع الامبلوي. الامبلوي عندي بريبريزنتو مش باسمه، مش بالبرس ديت بتاعه، مش بالادرس بتاعه، بريبريزنتو بالاتريبيوت اللي انا قررت ان هو ايدنتيفاينج اتريبيوت اللي هو البرايمري كي اس اس ان. فاخد امبلوي بتاع اس اس ان واحطه هنا برضه، ما دام سهم يبقى معناها انه ما ينفعش اكتب لي امبلوي هنا ما هوش موجود في جدول الامبلويز. فتقول لي امبلوي الفلاني بيشتغل في البروجكت العلاني، فبرضه بروجكت نمبر ده فورين كي بيقول لي هو شغال في انهي بروجكت، يبقى ده جزء من البرايمري كي بتاع الجدول اللي اسمه بروجكتس. اشتغل كام ساعه ده اتريبيوت عادي لا هو فورين ولا هو برايمري وتمام. خلصنا بقى ده. اخر واحد بقى نيجي لجدول الامبلويز، الاف نيم ده اتريبيوت تمام ما لوش دعوه بحاجه، والانيشلز بتاعت الميدل نيم واللاست نيم تمام. اس اس ان ده البرايمري كي حلو، بيرث ديت ده اتريبيوت مالوش دعوه بحاجه، ادرس برضو اتريبيوت مالوش دعوه بحاجه، سكس سالري سوبر اس اس ان دي الريليشن شيب اللي كانت اسمها امبلوي سوبرفايزد امبلوي تاني. فاكرين كانت يونيري ريليشن شيب، يعني ريليشن شيب بتريفرنس نفس يعني الاثنين انتيتيز بتوعها هما نفس الحاجه. كنا بنعمل رولز لو فاكرين، كنا بنقول هنا سوبرفايزي وسوبرفايزر او حاجه كده يعني. ده كان طريقه ريبريزنتيشن بتاعها في الاي ار دايجرام. المهم انه في سم ريليشن شيب محتاج تسقطها هنا، محتاج تريبريزنتها في ريليشن شيب في ريليشنال داتابيز موديل. فبنريبريزنتها هنا ازاي؟ قال لك خاص عند كل امبلوي قول لي مين السوبرفايزر بتاعه، مين ده يعني بني ادم امبلوي برضه، فمش هتكتب لي اسمه، انا بهرفرنس حد تاني يبقى اروح اجيب البرايمري كي بتاعه. فهتحط هنا الاس اس ان فورين كي بيرفرنس الاس اس ان بتاع الامبلوي اللي هو السوبرفايزر بتاعه، فاذا هو بيرفرنس نفسه بس مش نفس الفاليو، يعني بيرفرنس الانتيتي يعني على ليفل الانتيتي، هي ريليشن بين الانتيتي ونفسها بس انستنسز مختلفه، يعني امبلوي واحد السوبرفايزر بتاعه امبلوي رقم 10 مثلا تمام، ف انستنسز مختلفه بس كريليشن كانتيتي هي بترفرنس نفسها، بترفرنس الانتيتي بتاعت امبلويز، بترفرنس انستنس ثانيه من نفس النوع من نفس الامبلوي. عشان كده في هنا فورين كي بيبوينت على البرايمري كي بتاعه، عشان كان في ريليشن شيب اصلا بين اتنين انتيتيز من نفس النوع.
واخر فورين كي هنا اللي احنا قلنا عليه بنقول امبلوي شغال في انهي ديبارتمنت. كانت اسمها ريليشن شيب وركس فور الامبلوي وركس فور ديبارتمنت. عملنا لها ريبريزنتيشن هنا بان انا جيت عند جدول امبلويز وقلت الرقم بتاع الديبارتمنت اللي هو شغال فيها وده فورين كي بيروح يرفرنس ده وكده. شكرا. طب دكتور هو السوبر اس اس ان دوت ممكن يبقى نال صح؟ عشان ممكن واحد يبقاش ليه سوبرفايزر. هي حسب بقى، ما هو انت ترجع بقى بص في الار دياجرام احنا كنا عاملين لها البرزنتيشن ازاي. نرجع بقى نبص المره الجايه احنا كنا عاملينها توتال ولا بارتشل. فاكر كنا قايلين هو وان تو ماني، انه سوبرفايزر ممكن يسوبرفايز امبلويز كتير بس كل امبلوي ليه سوبرفايزر واحد. كان في بقى حته التوتال والبارتشل دي، هل كل امبلوي لازم يكون ليه سوبرفايزر؟ يعني هل الناحيه دي كانت دبل لاين ولا سنجل لاين؟ مش فاكر، بس كنا غالبا قلنا انها مش سنجل، مش دبل، كانت سنجل لانه مش كل امبلويز ليهم سوبرفايزر، عشان لو هو اصلا سوبرفايزر ممكن ما يبقاش، او سوبرفايزر كبير يعني ما لوش سوبرفايزر فوقيه. فلو انت خدت قرار وانت بتريبريزنت الاي ار دياجرام انها بارتشن يعني مش كل الامبلويز ليهم سوبرفايزر، فده عادي ممكن يبقى نال. يعني القرار ده نال ولا لا ليه علاقه بان انت كنت مقرر من اول انها توتال ولا بارتشل بارتيسيبيشن، ليه علاقه بالكونستينتس اللي كنت حاططها على الهاير ليفل في الاول. والكلام ده برضو هنيجي هنشوف بنعمله ازاي في المره الجايه. يعني بنحول الكونستينتس اللي هي توتال وبارتشل وان تو ميني وميني تو وان والكلام ده بنحولهم ازاي واحنا بنريبريزنت بقى الريليشنال موديل بتاع الاي ار دياجرام ده. بس اي خطوات دي يعني المره الجايه، بس المره دي بس احنا عايزين نفهم فورين كيز وبرايمري كيز وبس، وان في كونسترينتس على ريليشنال موديل بتبقى ريبريزنتد ازاي واحنا بنكتب ريليشنال موديل او بنرسمه يعني. طب في سؤال تاني، هو هل عشان هو يعني بريفرنس نفس البرايمري كي في نفس التيبل يعني، فهل في كونسترين ان هو ما ينفعش يبقى ايكوال الاس اس ان؟ يعني ما هو انا ما ينفعش اقول مثلا ان واحد بيسوبرفايز نفسه يعني. دي higher level constraint بقى، مش لا هي مش موجوده يعني، مش معنى مش بس لمجرد ان انت قلت ان الفورين كي بيرفرنس البرايمري كي بتاع نفس الجدول يبقى هو implicitly بيحمل معنى ضمنيا ان هو ما ينفعش الاثنين يبقوا نفس value. لا الكلام ده مش موجود يعني، ما فيش حاجه بتconstraint ده، بس انت عايز تحط بقى ده اسمه semantic constraint انه منطقيا ما ينفعش كده. فدي بقى هاي اللي هي الهاي ليفل كونسترينت اللي قلنا ان احنا مش بنريبريزنتها في الليفل ده، بنريبريزنتها في الحته بتاعه على الليفل بتاع الابلكيشن. الابلكيشن بقى لما حد يجي يزود اقول له لا، او في حاجات في الاس كيو ال ممكن تريبريزنت الكلام ده بشكل كده منفصل، يعني زي بروسيجر او حاجه تعمل شويه assertion على الانبوتس وتروح تكمبير حاجات ببعض والكلام ده. بس ده مش ريبريزنتد هنا يعني. اللي عايز اقوله بس من الاخر انه مش عشان هو بيرفرنس نفس البرايمري كي في جدوله فاذا ما ينفعش يكون الاثنين نفس الفاليو. لا عادي، مفيش حاجه تقول كده يعني، في حاجه تقول ما يمنع كده، ده كونسترينت اخر انت ديفاينه بشكل اخر في حته ثانيه. اوكي، حد عنده اسئله في الجزء ده قبل ما نكمل؟ انا عندي سؤال. ايوه حضرتك سامعيني؟ سامع. طيب هو دكتور بص، السوبر اس اس ان ده والاس اس ان ممكن يعني ما ان هي كانت ريليشن سوبرفايزر ممكن مثلا تبقى زي وركس اون نعمل لها تيبل تاني ونوضح فيها الريليشنز دي. انا مش عارفه برضو السؤال ده المره الجايه ولا ايه، بس هو المره الجايه بس عادي. ممكن نعمل جدول كده مين بيسوبرفايز مين، مين سوبرفايزر ليست ولا اسميه اي حاجه، وبيقول لي الاس اس ان بتاع الامبلوي اس اس ان وسوبرفايزر اس اس ان، نعمل كده شبه كده يعني ممكن. بس احنا قصرناها وعملنا كده ليه المره الجايه ان شاء الله. يعني هي ريليشن شيبس لاحظتوا هنا انه في عندنا كذا ريليشن شيب عملنا لها ريبريزنتيشن، في حاجات خدنا قرار انها تبقى جدول لوحدها وحاجات خدنا قرار ان هو انف ان احنا نحط فورين كي. فبناخد قرار ده ولا ده على اي اساس؟ على اساس الكونسترينتس اللي كنت كاتبها في الاي ار دياجرام اللي هي دي 1 تو ماني 1 تو 1 ماني تو ماني توتال وبارتشل. الحاجات دي بقى كل واحده فيهم بتروح بتبقى ريبريزنتد في ريليشنال دياجرام بشكل يعني كل واحده فيهم ليها طريقتها، وهي في الاخر ميكس سنس شويه لما نيجي نشرحها يعني هتلاقوا انه كان ده الاختيار المنطقي يعني. تمام، شكرا يا دكتور.
دكتور ممكن أسأل سؤال؟ هنا برضو ماشي. هو دلوقتي حضرتك قلتي السوبر اس اس ان ده يعني بيتوقف على ان انا اصلا في الاي ار دايجرام كنت عامل ايه، يعني سواء هي اوبشنال او مانداتوري. فمعنى كده ان انا اصلا في ريليشنال موديل بتحاسب عليه حسب الاي ار اللي انا عامل له ديزاين اصلا في الاول، ولا يعني في مثلا ديتيلز في الاي ار دايجرام انا بوضحها في ريليشنال موديل؟ لا، هو ما هو المفروض انت في نفس ال problem بتفولو نفس الحاجه، يعني انت هتاخد انت ما ديزاينر الداتا بيز، فانت هتاخدها من اولها لاخرها، ومن اولها هتسمع الراجل وتقرا الكلام وتحوله ل ER diagram وتحاول تريبريزنت فيه كل الكونسترينتس اللي بتبقى ينفع تبقى ريبريزنتد على الليفل ده، على ليفل ER diagram. بعدين هتسقط الكلام ده في تيبلز انك تحوله ريليشنال داتا موديل، ولازم تحولها بالظبط، يعني لازم الكونسترينتس اللي كنت كاتبها في الاي ار دياجرام تروح سامها وتريبريزنتها لي هنا. كل واحد بقى بطريقته، ما ينفعش هنا تغير الكونسترينتس بتاعتك، يعني ما ينفعش كانت هناك 1-8 تيجي هنا تقول لا هي خليها 8-8. لا، يبقى انت كده عملت ميس ماتش بين الهاي ليفل ديزاين والميدل وير ديزاين او الانترميديت ديزاين. ما دام انت بتديزاين نفس الحاجه، فخلاص الديزاين في الاول ده خلاص انت كنت متفق عليه، خلاص يا جماعه متفقين على ده، تمام، يلا نروح بقى نحوله ريليشنال. برضو بعد ما نحول ريليشن ونعمل الموضوع الفورين كيز والبرايمري كيز ونقرر الدومينز ونعمل كل حاجه، ناخد كونفيرميشن تمام كده، تمام، نروح نكتبه بقى اس كيو ال. فهو نفس الحاجه، يعني كلهم بيريبريزنتوا نفس الريل وورلد ميني وورلد، فلازم تحتفظ بالكونسيستنسي على المالتيبل ليفلز اوف ريبريزنتيشن للداتابيس. تمام، مش يعني لو بتكلم عن ليفل الامتحان فهي نفس المساله، وهي نفس المساله فيها اي ار وريليشن، فلازم الاثنين يكونوا ايدنتيكال، الاثنين يكونوا بيريبريزنتوا نفس الكونسترينتس بالظبط. يعني مش حاجه في الاي ار دياجرام تيجي تعكسها في الريفرنشال في الريليشنال موديل. لو على ليفل الحياه منطقي، هي انت بتتكلم على بروجكت واحد، فهتاخده بمرحله من اول هاي ليفل لحد ما تكتب الكود، فستيب باي ستيب كلهم لازم يكونوا متوافقين مع بعض، الا لو انتوا قررتوا ترجعوا تري فيزيت الكونسترينتس اصلا من الاول، تري فيزيت ريكويرمنتس وتتكلم مع الكاستمر الكونسترينت ده ممكن يبقى لوس شويه، بلاش تخليه كده نخليه كده، ده حاجه ثانيه بقى هتغيرها برضو في الثلاثه ليفلز كلها بقى، او في الليفلز كلها بتاعه الديزاين اصلا. بالظبط. ماشي، بقيه انواع الكونسترينتس بقى اللي كنا قلنا عليها نبذه من شويه، حته السيمانتيك انتجريتي كونسترينتس اللي هي كونسترينتس ليها علاقه بالبيزنس رولز شويه. اكزامبل على كده مثلا قايل لك لو انت محدد في الريليشن اللي هي دي بتاعه employee works on project عدد معين من الاورز، فممكن تحط ان هو يورك ماكسيمم number of hours per employee لكل projects مثلا. دي حاجه هتمبلمنتها على ليفل الابلكيشن، هتبقى عامل كده بتاع زي كاونت تشوف الامبلوي ده اشتغل في كل البروجكت كام ساعه، فلو عدى كذا ساعه فاقول له لا خلاص مش هينفع تزود انتري ثانيه تقول لي ان الامبلوي ده اشتغل في بروجكت ثاني كذا ساعه اكتر، لا ما ينفعش عشان هو عدى الماكسيمم بتاعه مثلا. يعني حاجات بتتحط على ليفل الابلكيشنز. وفي دلوقتي ممكن تبقى في الاس كيو ال في حاجه زي assertions كده، وتكتب انت شويه كام سطر كود كده يروح يفيريفاي شويه داتا، يعني مش هناخد الكلام ده. يعني في ليفل تاني برضو من ال constraints اسمه transition constraints. كل constraints اللي شرحناها لحد دلوقتي هي state constraints. يعني ايه state constraints؟ يعني قلنا ال database دايما ليها state، ليها current set of rules مليانين فيهم instances معينة وقيم معينة، فأنا at any given state محتاجة بحققها كل constraints، انه الكي ما يبقاش بنال، انه الفاليوز تبقى من within الدومين، انه لو واحد not null attribute انا معرفه not null يبقى مش not null، يبقى لو في referencing بين foreign key و primary key يبقى بيرفرنس فعلا existing instance في الستيت دي، مش كان في ستيت قبل كده، يعني مش كان موجود قبل كده واتمسح، لا هو لازم في الستيت في الكرنت ستيت يكون اي foreign key بيرفرنس primary key لي value بتاعت دلوقتي في الكرنت ستيت دلوقتي. فكل constraints اللي شرحناها قبل كده ليها علاقه بالستيت constraints، ودي وظيفه الداتابيز مانجمنت سيستم انه يحافظ ان كل الستيتس بتاعتي تبقى يعني مش بتفايوليت اي constraint. في constraints بقى على transition، يعني انا لما اجي اعمل operation معينه على attribute اروح اغيره، فمثلا example اروح على salary وبتاع employee واغيره فغير القيمه اللي فيه، فيقول لك لا يعني ما ينفعش مثلا السالري بتاعه يقل، لازم يكون بينكريز بس، تمام. فدي transitional constraint، يعني هو الستيت الاولانيه في ستيت في الاول database كانت ستيت انه ستيت 1
كان فيها شويه روز كتير كده. واحد من الروز دي بيقول لي ان الامبلوي 1 السالري بتاعه 1000 جنيه مثلا، وستيت تانيه بتقول لي ان الامبلوي 1 مرتبه بقى 900 جنيه. التو ستيتس فاليد valid in terms of ان هما مش بيفايليتوا اي constraints من الستيت constraints، كلهم صح عادي، ده رقم within the range اللي احنا عينه بتاع الدومين بتاع السالاريز، ده نفس الكلام. فالستيت دي valid والستيت دي valid، بس في constraint يقولك لا ما ينفعش تموف الستيت دي للستيت دي اصلا، لان الستيت دي الامبلي هنا اقل السالري بتاعه اقل من هنا، وما ينفعش الامبلي السالري بتاعه يقل، فالترانزيشن دي ممنوعة. فده constraint على الترانزيشن من state لstate even لو الاثنين valid. اوكي لو الاثنين ستيتس فاليد ممكن تزود كونستينتس على ترانزيشن انه الامبلوي ما ينفعش المرتب بتاعه يقل. برضو الحاجات دي بتبقى يا اما تحطها في 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 رولز كده في اس كيو ال، يا اما تحطها على ليفل الابلكيشن بان انت بتكتب الكلام ده بكود يعني مش اس كيو ال ولا حاجه، وفيريفاي تروح الاول تقرا الفاليو بتاعته القديمه وتشوف هو عايز يابديتها تبقى بكام، وتروح تقارن لا دي اصغر ما ينفعش، الكلام ده تمبلمنته على الهاي ليفل بتاع الابلكيشن ليفل يعني. اوكي مش في الداتابيس ديزاين نفسه. كده يعني خلصنا الديفينيشن بتاع الكونسترينتس، واحنا اللي هيهمنا يعني اللي هيبقى دايما بنفوكس عليه الكونسترينتس بتاعه دول اللي هي الستيت كونسترينتس بتاعه الداتابيس. اوكي وظيفه الداتابيس مانجمنت سيستم تاني انه يتاكد انه at any given state من الداتابيس هي valid، يعني مش بتفايوليت اي كونسترينت. هي الداتابيس اصلا بتتغير ستيت بتاعتها من ستيت 1 لستيت 2 ازاي؟ انك بتعمل some operation. ايه اللي حصل من هنا لهنا؟ ايه اللي غلى الداتابيس ستيت تتغير؟ ان انت زودت امبلوي جديد مثلا، او رحت عدلت في معلومات امبلوي، او مسحت ديبارتمنت، او عملت يعني حاجه من الحاجات دي. فهي دايما بتبقى insert operation او delete او update operation. تمام انك تعمل operation، الoperation دي بتنقل الداتابيس بتاعتك من state معينه لstate تاني. مش بغير، انا مش بتكلم ان انا بغير في السكيما، انا مش مثلا زودت تيبل تاني او زودت اتريبيوت جديد، لا انا بتكلم على الداتابيس ستيت، دي ستيت مش سكيما، ستيت. فهي الداتابيس السكيما بتاعتها واحده، التيبل زي ما هي واسامي الاتريبيوت زي ما هم وكل حاجه زي ما هي، انا بس غيرت الانستنسز الروز اللي موجوده جوه دي، خدت فيلد معين غيرته، خدت رو كامل مسحته، رحت عملت حاجه يعني غيرت في الستيت بتاعتها. اوكي نفرق بين الستيت والسكيما، احنا فرقنا كده في شابتر 1 بس نرجع دلوقتي بقى اوضح شويه وبقى مفهوم يعني ايه ستيت ويعني ايه سكيما. فالستيت بتتغير بان انا بعمل اوبريشن اللي هي ابديت او انسرت او ديليت. وظيفه الداتابيس مانجمنت سيستم انه يتاكد ان الاوبريشن دي مش هتخلي الداتابيس تروح لستيت انفاليد. تمام وظيفته انه يتاكد الاوبريشن دي هتنقلي لستيت برضو تكون فاليد، وده مش دايما بيحصل. فانت يعني ال purpose بتاع الحتة دي ان احنا نقرر لو ال operations دي هتخليني اروح في state invalid اعمل ايه. واول حاجة اصلا ان انا هسألك هو ال operation دي هل هتبوظ حاجة في الداتابيز وهتخليها invalid ولا لا، وليه اصلا يعني ايه ال cases اللي ممكن operation تحصل تخلي الداتابيز تروح في state ما هياش valid، يعني ايه اصلا تروح في state ما هياش valid. فده هنفكر فيه سوا في الحتة دي. ده بس شرح للداتابيس ستيت تاني، وانه احنا هنشوف لو بنعمل موديفيكيشنز او ابديت في الداتابيس سواء بانسرت او بديليت او بموديفاي دايما في كل ستيت اتاكد انه كل الكونسترينتس ما هياش فايوليتد. انا بص كده ده اكزامبل للكرنت ستيت بتاعه كومباني. كرنت ستيت يعني بوبوليتد تيبلز، تيبلز فيها قيم اكتر. تعالوا كده نجرب نعمل اي حاجه نشوف الاوبريشن دي ينفع تبقى ديليتد ولا ينفع تبقى يعني ابليكابل ولا لا. ايه الايه انواع الاوبريشنز اللي ممكن تحصل تبوظ لي؟ يعني ليه احنا مدين التوبيك ده اهميه؟ ليه انه في اوبريشنز ممكن اعملها تخليني اروح في ستيتس ما هياش فاليد وليه؟ اكزامبل، مش هدي اكزامبل، انا هسال سؤال. يعني لو انا جيت مثلا هنا في الجدول بتاع الـ Department Locations ده وجيت غيرت ده وخليته ده كان 5 خليته 9. Example تاني رحت عند ده وخليته 8.
اكزامبل تالت جيت عند الجدول ده ومسحت ده ديليت الرو ده الديليت مش بقى ما ينفعش الديليت اتريبيوت الديليت اتريبيوت ده يعني تروح عند الاتريبيوت خليه بنال انما انا هنا قصدي عملت ديليت للرو كله مش الاتريبيوت تمام او ديليت للرو كله جيت هنا خليت دي ده صن خليته وبرادر جيت عند ده وخليته اي حاجه فتح في دي اكزامبلز لاوبريشنز كتير عماله بلعب فيها اوكي جيت عند هنا مثلا خليته ده بدل تي خليته اكس حلو حاجه زي كده يعني فانا عملت فيها عملت فيها ابديتس ابديتس يعني رحت عدلت في الموديفيكيشن عملت موديفيكيشن يعني في فاليو بتاعت اتريبيوت معين في روم معين وفي اوبريشنز ان انا عملت ديليت خالص في اوبريشنز ان انا عملت اعمل انسرت دي ما عملناهاش تعالوا نجرب نعمل اتنين انسرت كده هاجي عند البروجكت هنا واعمل انسرت لبروجكت اسمه بروجكت اي بي سي النمبر بتاعه 4 واللوكيشن بتاعه اكس واي زي والديبارتمنت نمبر 1 دي انسرت اوبريشن اجي انسرت ديبارتمنت واسميها دي 1 2 3 الديبارتمنت نمبر 1 المانجر خليه نفس المانجر ده والستار ديت اي حاجه 1990 واحدة واحدة بقى كده حد يتطوع يجاوب احنا اول واحدة خلاص خايم من فوق كده انه خليت الميدل نايم بتاع الامبلي ده بدل ما كان الانيشيوس بتاعتي بقت اكس هل بفايوليت كونسترينتس معينة هل الحاجة دي valid ولا لا ولو مش valid valid ليه مش valid ليه ولو valid valid ليه وكده احنا هنا دلوقتي ده تطوع دي modification operation هي valid اعتقد عادي يا دكتور نعم يعني ما انها هي valid اعتقد لان هي مش foreign key لحد تاني ومش primary key والconstraints واضح ان هي تكون one letter مثلا فهو one letter او one character يعني فغالبا valid يعني تمام كويس احنا فكرنا يعني الليست اوف حاجات اللي فكرت فيها هو primary key ولا لا هو foreign key ولا لا طب هو محقق لو هو ولا واحد من دول هل بيساتسفاي الدومين ولا لا او مش دومين كمان بيساتسفاي الداتا تايب constraint ولا لا ده single character وواضح كده انه مثلا الرو كله الاتريبيوت كله الكولوم اقصد واخد ان هو single character فتمام فدي الاسئله يعني المنطقيه لحد ايه يعني بعد ما فهمنا الموضوع ده فماشي دي كده تفكير صح وهي سيمز انه في الاخر قشطه يعني مش مشكله انه يبقى اكس من تي ما هياش فرقه فدي accepted operation والستيت الجديده بتاعتي هتبقى في valid state فاذا هي الاوبريشن ما فيهاش مشكله تمام نيجي لدي في الديبارتمنت خلينا الانسرت الاول قبل الديليت حتى ان انا عايزه انسرت ديبارتمنت اسمها 1 2 3 النمبر بتاعها 1 مانجر اس ان بتاعها ماشي نفس الشخص وستارت ديت كده دي حاجه valid ولا لا ونفس السؤال valid ليه ومش valid ليه فكروا لوجيكلي يا جماعه مش لازم فكروا عادي هي هتكون valid عشان ال foreign key برضو بيشار على حاجة already موجودة اللي هو الواحد كذلك ال manager SSN وما بيدخلش ال constraints ان هي domain و data types طب ماشي ال SSN تمام ده بقى ده foreign ولا primary key؟ ال administration primary key لا لا بكلم على ال D number ده انت قلت ان هو فورين كي بيشار على حاجه موجوده اللي هي واحد فتمام هو فورين كي احنا بنتكلم على تيبل الديبارتمنتس
هو ده برايمري كي، لو برايمري كي فهو ما ينفعش، لكن انت شايفه ايه؟ طيب شايفه ايه انا شايف برايمري ان ولا الواحد جرى مرتين وشايف فاعتبرته ان هو فورين كي، ان هو في الادمنستريشن سوري كوارترز فيهم واحد. هو في الادمس؟ لا لا ده اربعة، ده مش ده رقم اربعة، انا كنت صدقه بس عشان يبقى هو برايمري كي فما ينفعش يتكرر في الواحد بالظبط، هو برايمري كي وغير كده. حتى شفت حتى لو ده واحد ما كان يبقى فيه غلط في الستيت اصلا، لانه احنا حاطين تحته underline، هم حاطين underline في relational model representation، فالunderline دي معناها ان هو primary key. فلو انت كنت شايف ان الاثنين واحد يبقى هي اصلا الستيت اللي هو مديها لنا example هي اصلا invalid state من البدايه كده، صباح الخير يعني. انما ده primary key، ف primary key ما ينفعش تروح تinsert، صح زي ما انت قلت كده، انه لو هو primary key ما ينفعش، ما ينفعش insert واحد في اصلا already value، لانه بيديفيت انهي constraint فيهم، ال entity integrity constraint اللي هو انه ما ينفعش اثنين rows اثنين tuples في نفس relation يبقى ليهم the same value of primary key. يعني t1 primary key لازم يبقى not equal t2 primary key، و t1 و t2 اثنين tuples في نفس relation، ما ينفعش اثنين tuples يبقى ليهم نفس ال primary key. ده الـ definition بتاع الـ entity integrity constraint. زي ما انت قلت كده ما ينفعش اعمل الـ operation دي لانها توديني في state invalid بت defeat هذا الـ constraint او بت violate هذا الـ constraint. ماشي، احنا في حاجتين دلوقتي المفروض نشوفهم، يعني احنا هنشوف الـ operation دي valid ولا لا، يعني هي هتنقلني الـ state valid ولا لا، ولو لا بت violate انهي constraint. ثم السؤال بقى المهم اللي نجاوب عليه في الاخر، طب اعمل ايه لو الـ user جه يعمل كده، انا اعمل ايه؟ دي يعني نجاوب عليها بعد ما نخلص السلايد اللي احنا فيها هذه، بعد ما نخلص الكام اوبريشن اللي احنا حطيناه. ماشي تمام. طب حته الانسرت خلاص قلنا الانسرت مش هتنفع، طب الديليت تنفع ولا لا؟ ان اروح اديليت الرو ده اللي هو بتاع الادمنستريشن اللي رقم 4 وكده نفس في المعلومات دي. هو ينفع بس هو يعمل مشكلة في الفورين كي اللي في الديبارتمنت لوكيشن، فعلى حسب مثلا حطه يعني هل مسموح، يعني ساعتها بقى هيبقى قدامه حل انه يمسح برضو الديبارتمنت لوكيشن، يا اما يطلع ايرور، يعني على حسب انا مظبطاه ازاي. بس هو المفروض ان هو يعني هيبقى حاجة من الاثنين، يا يطلع ايرور يا اما ان هو يمسح برضو الحاجة اي فورين كي مرتبط بيه في مكان تاني. بس اعتقد ان فيش اوبشن تالت مثلا يعني. تمام، بس هو ما ينفعش المفروض. فالاجابه ان هو والله ينفع، بس لو احنا هناخد اعتبارات اخرى ونقرر هنعمل ايه في لان هو ليه تبعيات، يعني هو ان هو في حد ذاته قشطه ينفع بس ليه تبعيات، فمحتاجين نقرر هنعمل ايه في الفورين كيز الثاني. فلو احنا حسب احنا هنقرر ايه، زي ما قلتي ممكن اروح امسح التانيين او اعمل فيهم ايه، دي بقى اللي المفروض هنعرفه في الاخر. احنا محتاجين نقرر برضو، ممكن نبقى نسال يعني ايه الاوبشنز المتاحه قدامي لو انا بلقيت ان الحاجه دي ما تنفعش او هتبوظ لي حاجات تانية، فساعتها ايه الاوبشنز المتاحه عندي. فانت قلتي تو اوبشنز دلوقتي، ان انا اروح ادلت يا اما طلع ايرور يا اما اروح ادلت الديبارتمنت لوكيشن ده. بس ماشي، ده ممكن ان انا راح ادلت الديبارتمنت لوكيشن هنا لانه الديبارتمنت ما بقتش موجوده فمالهاش لازمه اجيب ده. السؤال بقى الناس دي الديبارتمنت نمبر مش بس ريفرنسد في الديبارتمنت لوكيشنز، ده ريفرنسد عند الامبلويز اللي شغالين فيها، ريفرنسد عند البروجكتس اللي مانجد بيها البروجكت ده. كان هم بقى فيها يعني نرجع بقى للرسمه اللي هي كان فيها الاسهم الكتير دي. لو انا هدلت واحد من الديبارتمنت فابص على البرايمري كي بتاعه هو يعني ريفرنسد بكام فورين كي وفين، وايه تاثيره على الفورين كيز دول، ايه تاثيره على الانتريز اللي موجوده في الجداول دي اللي بتبوينت للديبارتمنت الفلانيه دي. فانا عندي ديبارتمنت لوكيشنز والبروجكت والامبلوي، اعمل فيهم ايه؟ يتقلبوا نول بقى. نعم، يتقلبوا نول ساعتها ولا ايه؟ يتقلبوا ايه؟ مش سامعه معلش. ممكن ساعتها يتقلبوا نول في الجداول الثانيه، ممكن يتقلبوا نول، ده اوبشن تاني.
ماشي. يبقى اوبس بقى عندي ثلاثة اوبشنز: اوبشن اطلع ايرور، اوبشن امسحهم، واوبشن احولهم لنال. حلو ماشي، دي الاوبشنز المتاحة. نشوف في اوبشنز تانية كمان شوية ولا لا. طيب ده example لديليت operation وكان reference. طب انا لو كنت ده الكلام مش هيبقى باين بقى لو انت بتديليت department اصلا، مثلا department اي حاجة 10، وديبارتمنت 10 دي اصلا مش شغال فيها employees ولا كانت بتmanage projects ولا حاجة، فساعتها خلاص مشكلة تولع في ده تروح تمشي. كده جميل. طيب نروح للجدول اللي بعده، department locations. احنا الجدول ده خلصنا الoperations اللي عليه وجدول employee. تمام، ال department location لو انا جيت عند ال entry دي وغيرت entry اللي هي 5 دي وغيرتها خليتها 9، valid ولا مش valid؟ الولو ايه صعبة أوي كده؟ ممكن ما تبقاش valid عشان في البروجكت برضو هي الـ value بتاعتها بخمسة. department معلش فين انهي ثاني؟ في البروجكت هنا؟ انت تقصد department number يعني؟ طب ماشي. طب انت ليه نطاتك في البروجكت؟ هي اصلا مش تبص الاول على هي هو ده foreign key، ف المفروض انه بي بوينت لسام برايمري كي في حته، او مش بي بوينت لده، هو بي بوينت للبرايمري كي بتاعه الاصلي اللي هو ده صح. ف لو 5 خليت 9، انت كان عايز تقول انه يعني معنى الجمله انك عايز تقول مش ديبارتمنت 5 هي اللي مكانها هنا، لا ديبارتمنت 9 هي اللي مكانها هنا، مكانها في اللوكيشن ده بالظبط كده. فهل في ديبارتمنت 9 اصلا؟ يعني انت الفورن القاعدة بتاعته انه لازم يكون بيرفرنس existing value عند البرايمري كي اللي هو بيشاور عليه، فاساسا ما فيش ديبارتمنت اسمها رقم 9 عشان تقول لي ان ديبارتمنت رقم 9 موجودة في المكان الفلاني، فده ما ينفعش عشان بيفايوليت الرفرنشال انتجريتي. ما فيش ديبارتمنت اسمها 9. الكلام ده نفسه هتلاقوه هنا برضو في الاوبريشن اللي هي الworks on اللي احنا كنا عايزين نابديتها دي. كنا عايزين نقول انه الامبلوي الفلاني بدل ما هو شغال في بروجكت واحد، لا ده هو شغال نقلته بقى شغال في بروجكت 8. فاول سؤال يجي في دماغي انه البروجكت اللي انا بحاول اغيره ده فورين كي، ففورين كي يبقى انا اروح ابص هو بيشاور على مين. ده بيشاور على الكولم ده البرايمري كي بتاع تيبل بروجكت. طب هو شغال بقى شغال في بروجكت 8، هو في بروجكت 8 اصلا هنا؟ لا. طيب الاوبريشن دي invalid عشان بتفايليت الريفرنشال انتجريتي، ما ينفعش اروح اريفرنس حد ما هوش موجود اصلا. خلينا نكمل انا الباقي. حاجه زي كده في الديبندنت، انا عايز اغير الريليشن بين الراجل ده والامبلوي بتاعه ان هو مش son هو brother. يعني منطقيا فوق يعني على ليفل البني ادمين هو بني ادم مش بتحاول ان هو ثاني يبقى برادر، بس فرنتنا كانت مكتوبه غلط يعني فبعدلها. فهل على ليفل الداتابيز والكونسترينتس دي فرق معاه في حاجه؟ لا، as long as ان هي واحده من الانمز اللي معمول لها ديفينيشن في الدومين. الدومين بتاع الريليشن شيب ده اللي هو اما son او daughter او spouse او brother sister father mother اي حاجه من الحاجات دي يعني، فهو من نفس الليسته وما هوش بيرفرنس حاجه ولا هو فورين كي ولا هو برايمري كي ولا هو اي حاجه، فمفروض انها تبقى اكسبتد عادي. طيب هنا بعدل اليس وخليته حد تاني اسم تاني. اليس ده دلوقتي جزء من البرايمري كي، فانا سؤالي هل لما بغير دي هل في تور ما دام انا بتكلم جزء من البرايمري كي يبقى انا لازم اروح ابص على الانتجريتي كونسترينت الانتيتي انتجريتي اللي هو هل في اتنين روز ليهم نفس هيبقى ليهم نفس البرايمري كي ولا لا. فاقعد ابص في الجداول والله هذا الشخص اللي هو رقمه اوله 3 تلاتات ده عنده 3 ديبندنس اليس وتيدور وجوي،
فلو حضليت ده فتحي خلاص مفيش واحد تاني اسمه فتحي، فيبقى خلاص هكيب اليونيكنس فمفيش مشاكل. بس مينفعش تخلي أليس تحوله تخليه جوي، ما ينفعش حد يقولي ليه، ما عادي، ما هو في 2 أليس مثلا في الجدول، في أليس هنا وفي أليس هنا، فالديبندنت نيم في حد ذاته ما هوش يونيك، فعادي يبقى في 2 أليس، هشطب أليس منهم وخليه جوي، فعادي يبقى في 2 جوي، هو عادي على ليفل الديبندنت نيم، بس يعني في 2 جوي 2 أليس مش مشكلة. بس انا بتكلم على برايمري كي ان هو كومبوزيت، فببص على الكومباينيشن على بعضها، الاثنين اليس دول كان في اليس عند عند الامبلي ده واليس عند امبلي تاني، فالكومباينيشن مختلفه. الكومبوزيت كي اليس متكرره بس اليس دي ما هياش برايمري كي في حد ذاتها، دي بارت من كومبوزيت كي على بعضه، فالامبلي ده عنده اليس والامبلي التاني عنده اليس، فالتو فاليوز دول ما هماش متكررين بس هما يونيك. انما لما خليته جوي، شلت اليس ده وخليته جوي، فبقى فيه زوي عند الامبلوي ده وفي زوي عند نفس الامبلوي ده، فمبقوش يونيك، ما بقوش يعني بقوا متكررين، نفس البرايمري كي متكرر، وده غلط ما ينفعش. اخر حاجه عند جدول البروجكت، لما جينا انسرت بروجكت جديد ليه اسم، فالاسم مش هتشيك عليه لانه عادي الاسم اصلا ما هوش حاجه يونيك، فتمام، الا لو هو كان مقرر في الاول انه ده يكون يونيك، حتى لو هو مش برايمري كي ممكن اخليه يونيك برضه. بروجكت نمبر حطيته 4، فده كي، فلازم وانا بانسرت حاجه جديده اروح ابص على الكي، هل الكي ده متكرر ولا لا، فما فيش هنا بروجكت قبل كده كان رقم 4 فتمام. اللوكيشن بتاعه برضو ما هوش برايمري كي ولا هو يونيك ولا حاجه، فحطه اي كلام مش فارقه ما دام از لونج از ان هو نفس الداتا تايب. ديبارتمنت نمبر ده فورين كي، طيب انا اروح ابص على الريفرنشال انتجريتي كونسترينت واشوف هل ديبارتمنت اللي هو كاتبه لي ده اللي هو رقم 1 هل ليه فاليو مناظره ليه في الديبارتمنت تيبل، فاروح عند الديبارتمنت الاقي فعلا في بروجكت في ديبارتمنت 1 فيبقى الفاليو دي صح. فمن الاكزامبلز دي يعني احنا عندنا كذا اوبريشن ممكن تحصل، اللي هي موديفيكيشن وانسرت وديليت، كل واحده فيهم ممكن تاثر على انواع معينه من الكونسترينتس، ولازم نروح نتشيك وراها وكل واحده فيهم نبقى عارفين هي بتاثر على ايه. ممكن تشتغلها بمخك كده عادي زي ما احنا عملنا كده دلوقتي من غير ما نقعد نقرا التكست، ممكن تبص على التكست الناس بتحب تحفظ يعني يشوف انه النوع ده بيأثر على الكونسترينتس 1 2 3 فلازم اروح اتشيك على دول 1 2 3، بس انت ممكن تمشيها بمخك كده عادي. خليني ايه قبل ما ارجع السلايدز دي في الاخر، نبص على البوسيبل فايليشنز لكل اوبريشن. الانسرت اللي هي الانسرت اوبريشن، انا ازود فاليو جديد ازود رو جديد ممكن احط فيه فاليوز ما هياش كونسيستنت مع الدومين. لما جينا انسرت بروجكت جديد فكنت ببص على النيم بتاعه، ببص عليه هو النيم بتاعه تمام، سترينجز برضو كاركترز تمام ولا لا، البروجكت نمبر محطوط ارقام ولا لا، فانت اتاكد انه الفاليوز موجوده في نفس الدومينز اللي انت مقررها. الكي كونسترينت هو ان انا كنت ببص على انه الكي اللي بستخدمه الجديد ما يكونش اوريدي متكرر في جد في 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 انتري قبل كده موجوده، زي لما جينا نعمل هنا كده في الديبارتمنت جينا نزود ديبارتمنت جديده الكي كان اوريدي موجود قبل كده فما ينفع. الريفرنشال انتجريتي انك تروح تبص على الفورين كي، انت بتزود واحد جديد دلوقتي فروح بص وفي فورين كي فروح بص لي انه الفورين كي اللي انت كاتبه ده ليه وجود عند الجدول الاساسي اللي هو بيشاور عليه، فانت تتاكد الاول من دي. والانتيتي انتجريتي دي بنبص على البرايمري كي ان هو ما ينفعش يبقى نل وما ينفعش طبعا يبقى متكرر. دي الحاجات اللي ممكن الانسرت تبوظها او يعني محتاج تتشيك عليها وانت بتعمل انسرت. في الديليت انت ما بتبصش غير على البرايمري كي، هل البرايمري كي بتاعك ده ريفرنس عند ناس تانية ولا لا. نفس لما جينا نعمل ديليت للديبارتمنت طلع لنا السؤال بتاع لو انا عايزه ديليت ديبارتمنت 4 دي هو في حد بيبص عليا ولا لا، في حد بيرفرنس ديبارتمنت رقم 4 دي ولا لا، ولقيت كتير ساعتها بقى يطلع لنا كذا حل ممكن نعمله. خلونا نلجأ لهم اللي هم كذا حل الموجودين دول نجي لهم في الاخر. الابديت اوبريشن ان هو ان انت رحت عند جدول معين وقررت تغير قيمه اتريبيوت معين فيه، ف هتبص نفس الكلام مكانك بتعمل insert فهتبص على القيمة الجديدة اللي انت عايز تحطها دي في نفس الدومين ولا لأ. طب لو هو مكتوب ان هو not null هل انت جاي تحطه بنال ولا لأ، نفس الconstraints بتاعك كأنك بتعمل insert جديدة
ونفس الكونسترينتس بتاعت انك بتعمل ديليت لانك هتشيل القديمه، فانت هتشيل القديمه دي. طب القديمه دي كان في حد بيعملها ريفرنس ولا لا؟ لو هو برايمري كي، لو انت هتابديت البرايمري كي بتاع التيبل، فالبرايمري كي ده ممكن يبقى ريفرنس بناس تانية، فانت كانك بتعمل ديليت وبعدها انسرت الواحد جديد. فنفس كل الفايوليشنز اللي ممكن تحصل في الديليت تحصل هنا برضه، ونفس وكل الفايوليشنز اللي ممكن الانسرت تعملها فايوليشن، كل الكونستريينتس اللي ممكن انسرت تعملها فايوليشن برضه لازم تاخد اعتبارك، تاخدها في اعتبارك وانت بتعدل بتعمل الابديت دي. اوكي، لو بتابديت فورين كي يبقى انت ممكن تبوظ الريفرنشال انتجريتي، تروح تابديت فورين كي وتقول ان هو شغال في ديبارتمنت 10 واصلا ما فيش ديبارتمنت 10، فلازم تروح تتشيك. لو هو اي اوردينري اتريبيوت فخلاص انت بس تتاكد ايه على موضوع الدومين كونستريينت وعلى النوت نال وخلاص، لو هو بس اوردينري اتريبيوت لا هو فورين ولا برايم. الكلام ده كله يعني قلناه بشكل يعني باللوجيك كده واحنا بنجرب. نيجي بقى للسؤال اللي هو طب انا لما اجي اعمل ديليت يحصل ايه لو انا بديليت واحد الريفرنسد عند ناس تانيين؟ لو البرايمري كي فاليو بتاعه التوبل ده اللي انا هعمله ديليشن ريفرنسد بتوبلز تانية موجوده في داتابيس، في بقيه يعني التيبلز بتاعه الداتابيس، فاعمل ايه؟ قدامي ثلاثه اوبشنز اللي انتوا كنتوا قلتوه، يا اما خليه نال، يا اما ريستريكت يعني اطلع ايرور اقول له الراجل لا ما ينفعش، يا اما اعمل كاسكيد. كاسكيد دي يعني ابروباجيت الابديت. الكلام ده في الديليت وفي الابديت نفس الكلام برضه، لو انا هابديت برايمري كي فاليو. ريستريكت دي يعني تريجكت الديليت، تقول له لا ما ينفعش عشان ده في ناس مستخدماه وما ينفعش تمسح، ما ينفعش تمسح الديبارتمنت دي لانه في ناس شغاله فيه، فروح اتصرف امسحهم هما الاول بعدين تعالى امسح. ده بالظبط لما تيجي تدلت فولدر ويقول لك لا جواه شويه حاجات مستخدمه فما ينفعش تدلته. الاوبشن اللي بعد كده او خلينا ننط على ده اللي هو انك تخليه نال، الفورين كيز اللي بتبص عليه خليهم نال. الكلام ده valid لو الفورين كيز دي موجوده في جداولهم اصلا متعرفه ان هي ما عندهاش النوت نال كونستريينت، فتروح تحطها بنال عادي. بس احنا في الاكزامبل اللي كان هنا مثلا انا كنت قايله انه الديبارتمنت نمبر بتاع الامبلوي حط عليه كونستريينت ان هو نوت نال، ما ينفعش تقولي ان الامبلوي مش شغال في ديبارتمنت معين. فانت لو جيت مسحت ديبارتمنت رقم 4 ما ينفعش تيجي تحط لي هنا نال، بس تمسحهم كده خليهم فاضيين. لا ما احطليهمش فاضيين لان انا قايله لك ان ده نوت نال، فما ينفعش. فساعتها هتعمل ايه؟ هتدخل الاوبشن اللي بعد كده اللي هو ريستريكت، تقول له لا ما ينفعش عشان انا ما ينفعش احط دول نال هناك. الاوبشن اللي بعد كده بقى ان انت تعمل كاسكيد او اللي هو تبروباجيت الديليشن او الابديت، يعني تبروباجيت لو انت بتعمل ديليت فتبروباجيت الديليت، يعني هتدلت ديبارتمنت 4 وكل الناس اللي شغالين في ديبارتمنت 4 وكل البروجكتس اللي مانج بديبارتمنت 4 تروح تدلتهم كله. يا اما لو انت بتعمل اوبريشن ابديت اصلا خليت ديبارتمنت 4 بدل ما هي رقمها 4 خليت رقم بتاعها 10، فتروح تابديت تعمل كاسكيد يعني او بروباجيشن للابديت ده، الناس اللي كانوا شغالين في ديبارتمنت 4 امسح رقم 4 وحط بداله 10، البروجكتس اللي كانت مانج بديبارتمنت 4 امسح 4 وحط بدالها 10. ده لو انا اصلا بعمل ابديت اوبريشن. لو بعمل ديليت اوبريشن فهكاسكيد الديليت، يعني هديليت كل الناس اللي كانت بتريفرنس. ده فيري ديستركتيف يعني، فانت لازم الحاجات دي بتكون عامل لها ديفينيشن في الليفل بتاع على يعني انت بتكرييت الداتابيز اصلا، فبتقول له كل برايمري كي بتعمل له ديفينيشن في الجد في الداتابيز بتاعتك ده مثلا كده، بتعرف له بتقول له لو حصل ابديت، لو انا عملت ابديت اعمل ايه، ولو حصل ديليت اعمل ايه. لو عملت ابديت للاس اس ان ده تقول له مثلا لو عملت ابديت اعمل كاسكيد، فلو الاس اس ان بتاع البني ادم اتغير فروح شوف اي حد بيرفرنس ده سواء بقى السوبرفايزر اس اس ان او المانجر بتاع الديبارتمنت اس اس ان، شوف مين اللي كان بيرفرنس هذا الامبلوي بالاي دي بتاعه القديم وعدله، خليه بدل اخر الرقم ده 9 خليه 7، فاروح عدله هنا 7 وخليه تحت 7 وخليه كل الناس بتعمل تعمله ريفرنس خليهم رقمهم اخره 7، فانت بتكاسكيد الابديت. انما مثلا تيجي تقول له في الديليت كاسكيد برضه، لو هدلت الامبلوي خلاص هدلت الامبلوي وهدلته في اسمه ايه ده في الديبندنس بتوعه يعني خلاص همسحه مش ملوش ديبندنس مش مهم عندي، شغال في بروجكتس اللي هي في الوركس اون دي مش فارق معايا امسح البروجكتس اللي هو شغال. امسح الانتري ده هو ما بقاش شغال في بروجكت خلاص لانه هو بقاش موجود، فامسح الانتريز اللي موجوده هنا دول كده امسحهم مثلا لو هم بيرفرنسوا الامبلوي ده. حلو. انما حاجه مثلا زي الديبارتمنت
لما اجي بقى اعمل لها ديفينيشن واقول له في الديليت، مش هقول له في الديليت كاسكيد الصراحه، لانه معناها هيدلته وبدلت الامبلويز اللي شغالين في الديبارتمنت ودلت البروجكتس اللي مانجت بيها. مش عايز اعمل كده، يعني ده قرار انا باخده وانا بديزاين وانا بديفاين بقى ان كل برايمري كي يحصل فيه ايه لو حصل له ديليت او ابديت، فانا اللي بقول له اعمله كاسكيد او اعمله ريجكت او اعمله ابديت، يعني هو نعمل احطه بنال قصدي. بس ده اختصار اللي احنا قلناه ده. لو حصل ماتش فاروح ابديت الفورين كيز برضه. ريستريكت لو ماتش اجنور الريكوست وطلع له ايرور او اقول له ما ينفعش وكده. سيت نال يعني لو حصل ماتش البرايمري كي ده فعلا في ناس بتروح تريفرنسه، فاروح احط في الفورين كي نال. الكلام ده ينفع بس لو انت الفورين كي ده اصلا عامله ديفينيشن ان هو ينفع يبقى نال. بس دي اكزامبلز شويه اوبريشنز يعني احنا عملناها في الاول، بس على ليفل صغير يعني. احنا عملنا حاجات اصعب منها في على السكيما كلها بقى، على الستيت كلها اللي كانت موجوده. كده خلاص الشابتر. حته بس كده كونسبت في الاخر بيتكلم على يعني ايه ترانزاكشن. مش عارفه انتوا خدتوا حاجه زي كده باين في الاوبريتنج سيستم ولا في ايه، مش فاكره. يعني مهمه ترانزاكشن دي ليست اوف اوبريشنز، يعني اوبريشن 1 اوبريشن حاجه مثلا ايه، روح ريد فاليو معينه من بتاعه امبلوي معين، بعدين روح اعمل لها ابديت، غير اعدل اسمه، وبعدين مش عارف روح اعمل ديليت لايه، بعدين ريد ما اعرفش ايه، شويه اوبريشنز كده ورا بعضها يعني بتتنفذ على الداتابيس. هي ليست اوف اوبريشنز، فانت هدف برضه داتابيس مانجمنت سيستم انه لازم يميك شور انه ات ذا اند اوف ذا ترانزاكشن الداتابيس لازم تكون في valid state او اللي هي consistent state يعني بتساتسفاي كل constraints. دي وتبس الداتابيس مانجمنت سيستم برضه. بس ده هعمل اكزامبل هنا. لو انا عايز اسحب من البنك، فانا في الاول هروح اقرا اليوزر اكاونت اصلا واتشيك، اعمل تشيك كده لو هو عنده sufficient balance اصلا، عشان هو قال لي عايز اسحب 1000 جنيه، فراح اتاكد ان هو معاه اكتر من كده. وبعدين بعد ما يسحبهم ابديت الريكورد اماينس منه قيمه اللي هو سحبها. فدي هي operation، بس مش حاجه واحده يعني، هي كذا operation مع بعض هيتعمل، وكلهم بيبقوا اتوميك يعني لازم يتنفذوا مع بعض التلاتة ورا بعض. لو واحدة فيهم حصل لها باظت في الوسط لازم ارجع اريفرت كل اللي حصل ده. يعني انا كنت عدلت حاجة مثلا بعد ما بابديت الويزدرول بروح رايح مش عارفة عامل برينت، عامل ريد تاني وعامل ريد تاني واطبع له الرقم الجديد مثلا، يعني عامل ريد تانية واطبع له الرقم الكرنت بالانس مثلا افتر اللي حصل. لو حصل ايرور في الستيت الاخرانيه دي المفروض اريفرت الكلام ده كله، يعني ارجع ولا امس ولا اخصم منه حاجه وارجع للستيت زي ما كان حصل، زي ما كان في الاول. هو معاه كان معاه رقم معين في الاول اسيبه له زي ما هو. فبرضه دي تبقى في يعني حط بقى لوكس والكلام اللي خدته في لوكينج سيستم اجس، يعني لازم الحاجات دي تبقى اوبريت. الكلام ده بيتعمل في الليفل بتاع الداتابيس بقى. كده بس خلاص الحمد لله. و دكتور هو شابتر مهم بس واللي جاي معتمد عليه تماما، ف دكتور مفروض ان تبقوا فاهمين ده كويس. فاي اسئله اتفضل. في الحته بتاعه الابديتس اللي احنا عملناها في السكيما بتاعتنا، عايز بس ارجع لها دي. احنا كنا قلنا ان ممكن يبقى في سيمنتكس يعني كونسترينز ممكن نحطها، فهل ديت ممكن تاثر معايا في الابديتس؟ يعني تبقى حاجه ابص لها ولا لا؟ هنا يعني لو كاتب لك سيمنتك كونسترينز بتاع انت هتعملها، بس يعني هتاخدها في اعتبارك وانت بتكتب بس، فبتحل في الامتحان فاهم. انما في الحقيقه الكلام ده بيتم ثرو يعني ابلكيشن، فانت هتبقى الكلام ده بتحققه على الابلكيشن ليفل بتاعك قبل ما اصلا ما تروح للداتابيز اساسا. يعني بتروح تعمل بتتاكد الاول هي بتفايليت السيمانتيك ولا لا. لو مش بتفايليت السيمانتيك تروح بقى ليفل كمان وتروح تشوف بقى هي بتفايليت بقيه الحاجات اللي هي الليفلز اللي هنسميها سكند ليفل اوف كونسترينتس، دي اللي هي كونسترينتس اللي ليها علاقه بالسكيما ديفينيشن مش ليها علاقه بالسيمانتكس. طيب اصل مثلا احنا هنا لما ابدينا عملنا ابديت للديبندنت نيم، فاول واحده مثلا اليس خليناها فتحي، فدي في ميل مثلا.
ماشي. طب ما انت هتجيب بقى دي constraints semantics تخليها بقى على ليفل على ليفل على ليفل ابلكيشن يعني مش هتعرف تريبريزنتها في الليفل بتاع السكيما constraints، لان السكيما constraints دي هنريبريزنتها في الاخر ب SQL DDL data definition language، بانك بتقول له عندي تيبل فلاني في اتريبيوتس فلانيه داتا تايب بتاعته كذا وفي فورين كي بيرفرنس البرايمري كي الفلاني الدومين بتاعه كذا، والكلام ده كله بتديفاينه بشكل ما بكود بتكتبه في الاس كيو ال. فحته انك تشوف بقى الاسم ده بيفايليت سيمانتيك كونستراين تاني، ان هو تروح تبص على فيلد تاني اصلا ملوش دعوه بيه تروح تبص عليه، الكلام ده يتعمل باسيرتس في الاس كيو ال او بتعمل في الابلكيشن ليفل بايه في ايلس عادي يعني، بتعمل بس بقى سيرتس برضو تروح تتشك الكلام ده قبل ما تروح لليفل الداتابيز وتشوف هو بيفايليت بقى كونسترينتس من النوع الثاني ولا لا. تمام اوكي. فاحنا مش عارف نكتبه قصدي، انا بتكلم انا مش عارف اكتبه في الليفل ده بالدي دي ال، بس عارف تكتبه باسيرشنز يا اما على الاس كيو ال ليفل بطريقه كده ديفينيشن كونسترينت لانجويج يعني بتكتب بيها، او تديفاينها بالكودنج العادي على الابلكيشن ليفل. اوكي شكرا. حد عنده أسئلة ثانية في الجزء ده؟ طيب تمام، حاولوا تذكروه علشان المرة الجاية بقى لما نحول من ER لده نبقى فاهمين أصلا نتكلم عن إيه، فاهمين foreign keys و references والكلام ده عشان ما نحول يعني إن شاء الله. شكرا لكم. هو دكتور هو ده اخر شابتر داخل في الميد تيرم صح؟ ان شاء الله ده اخر واحد. شكرا، مع السلامه.